اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنشرح النهارده باذن الله المحاضره الرابعه والاخيره عندنا في الكربوهيدرات ميتابوليزم. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن اثنين ماينور باث واي اللي هو اتش ام اس ورونيك اسيد باث واي، اتكلمنا كمان عن الجلوكونيوجينيسيس. المحاضره بتاعتنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ قبل ما نتكلم عن المحاضره بتاعتنا النهارده، في ناس كتير بدات تلخبط وهتحس ان الميتابوليزم صعبه جدا، وحاسس ان هي يعني صعبه قوي واتعقدت منها. بصوا يا جماعه، ايه اللي هيعقدكم الحاجه دي؟ او في ناس مثلا ذاكرت المحاضره الاولانيه حاسس ان هي ما هيش فاكره منها حاجه دلوقتي. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي لما اذاكر حاجه ممكن اقعد تقريبا 4 ساعات قاعد اذاكر في الحاجه دي. انا اذاكر في المحاضره مثلا انا خدتها النهارده مثلا، فاهم، هذاكر فيها 4 ساعات، انا عايزك اليوم اللي بعده تقعد 30 دقيقه بالظبط، تقعد تعمل ايه؟ تقرا المحاضره دي كام مره. ليه؟ لان انت خدت 4 ساعات عشان تحفظها صم، تمام. هتيجي بعدها اليوم اللي بعده هتقراها بس مره مرتين، يبقى انت لسه المعلومات في دماغك. لكن تخيل انت مثلا كنت جاي مستني اسبوع وجيت كام مره ترجع للمحاضره، هتضطر انك تضيع 4 ساعات كمان عشان تفهم المحاضره من الاول. ده انت بالعكس ممكن ترجع تشوف الفيديو اللي انا مثلا مسجله ده دلوقتي ده، يعني ترجع تشوفه كمان كام مره. ليه؟ عشان ما انتش فاكر. فانت حاول كل يوم تراجعه على حاجه ايه اكتر من مره، تمام. طيب احنا قلنا ايه تاني حاجه؟ انا دلوقتي لازم احدد هدفي. انا بذاكر عندي امتحان اند اوف مديول ولا اس اللي هو فاينل في الاخر. انا لو عندي اند اوف مديول يبقى انا في الحاله ديت عندي ام سي كيو. الام سي كيو اللي بتكون موجوده في الاند اوف مديول بتكون صعبه جدا، يعني بيكونوا جايبين اسئله جامده بجد، تمام. طب هو الامتحان بتاعه بيجي ازاي عشان لما انا اجي اذاكر صح؟ انا لو انا عندي امتحان ام سي كيو مش هقعد احفظ ده بيجيب ده واقعد اكتب وما اعرفش اضيع وقت كتير. لا، انا اهم حاجه احفظ الاكشن بتاع الانزيم زي ما احنا قلنا، اوكسيداتيف فوسفوريليشن، كاربوكسيليشن، ما اعرفش ايه هي دي كلها. دي اهم الحاجات اللي بتحصل، ايه دي اهم الحاجات، ده الاكشن، تمام. فاحفظ اسم الانزيم اللي بيعمل اكشن، لا احفظ الماده السبستريت واحفظ البرودكت من ايه لايه يديني الايه، يبقى اسم الخطوه، تمام. زي ما احنا عملنا لكم، تمام. وان شاء الله في اخره المحاضره ديت هعمل لكم ايه تجميعه كده لاغلبيه الحاجات المهمه معاكم في الام سي كيو، تمام، اللي انت ما تخشش من غير الامتحان غير وهي معاك، تمام، عشان ما نضيعش وقت نبدا بقى في الموضوع بتاعنا على طول. احنا كنا دايما في الاسلوب بتاعنا بنعمل ايه؟ بنقوم جايين قاريين العنوان يعمل لنا ايه؟ يوم جاي مفسر لنا الديفينيشن، تمام؟ طيب العنوان بيقول ايه؟ اسمه جلايكوجينيسيس. جلايكوجينيسيس يعني ايه؟ جلايكوجينيسيس يعني عمليه انتاج ايه؟ ادي جلايكوجين، وجينيسيس معناها ان هي عمليه انتاج الايه؟ الجلايكوجين. ايه هو الجلايكوجين؟ فاكرين لما احنا خدنا في اول محاضره خالص كنا احنا بنقول من الصور بتاعت الجلوكوز ممكن الجلوكوز يقوم جاي واخدينه متخزن عندي علشان ايه؟ عشان هو لو بكميه كبيره في الحاله ديت هيتخزن لوقت انا مثلا محتاجه فيه. ممكن انا دلوقتي في حاله اكل وايه واكل وشبعان وعندي جلوكوز كتير، ممكن اجي مثلا اليوم اللي بعده ما يكونش عندي اكل خالص او صايم، تمام، فلازم اخزنه للوقت ده، تمام. هو ده الجلايكوجين. الجلايكوجين دي الاستورج فورم بتاعت الايه؟ بتاعت الجلوكوز، تمام. طب بتكون موجوده عندي فين؟ احنا فاكرين لما احنا خدنا برضه في اول محاضره كنا بنقول ان احنا عندنا 2 ستورج فورم للجلوكوز، يا اما على صوره ترايجلسرايد ده بيكون موجود في الاديبوس تيشو، والجلايكوجين ده بيكون موجود عندي في الليفر وايه والمسل. طب ايه هو بقى الديفينيشن؟ ان انترا سيلولار سينثيسز اوف ايه اوف جلايكوجين، بنصنعه من ايه؟ من جلوكوز. يبقى احنا هنصنع جلايكوجين من جلوكوز. طب هيحصل عندي فين؟ هيحصل عندي زي ما احنا قلنا هيبقى في مكان من مكانين، يا اما في الميتوكوندريا يا اما في السيتوبلازم. يبقى ده هيحصل عندي فين؟ هيحصل عندي في السيتوبلازم، تمام. طيب احنا قلنا الجلايكوجين ده بيكون موجود فين؟ يا اما في الليفر يا اما في المصري، تمام. فالسايت هيحصل عندي فين؟ في السيتوبلازم بتاع الليفر وبتاع الايه؟ وبتاع المصري، تمام. قال لك معلومه كده مالهاش اي ستين لازمه، قال لك ان انت عندك دي بتكون من 8 ل 10 من الويت ويت وما اعرفش ايه. شوفوا يا جماعه معنى الجمله دي، يعني لو عندي وزن الليفر ده كيلو هيكون تقريبا 100 جرام، 100 جرام او 80 جرام هيكون ايه؟ ده الوزن بتاع الايه؟ بتاع الجلايكوجين، تمام. طيب لو انا مثلا في ماسلز، مثلا لو انا دخلت الوزن الماسلز دي كلها اللي في جسمي 100 كيلو، تمام، ده مثال، تمام. طيب هيكون تقريبا الوزن بتاع الجلايكوجين اللي موجود في المصل هيكون 100، هيكون تقريبا جرام لاتنين 1 كيلو ل2 كيلو، تمام. هو ده قصده بالحاجه ديت، يعني تقريبا 1% من وزنها بيكون تقريبا ايه؟ جلايكوجين. مالهاش لازمه دكاترتنا ما بيجيبوش الحاجات التافهه دي، يعني عندهم مليون معلومه يجيبوها، هتقف معاهم يجيبوا المعلومه السهله دي؟ لا ما اظنش، تمام. طيب هنبدا بقى في الستيبس بتاعتنا. قال لك اول خطوه عندي في الباس واي بتاعي في عمليه تصنيع الجلايكوجين بعمل ايه؟ لازم عليا اصنع يو دي بي جلوكوز، اصنع يو دي بي جلوكوز. فاكرين لما احنا خدنا في الباس واي اللي فات في المحاضره اللي فاتت على طول كنا اتكلمنا ان احنا ازاي بنصنع يو دي بي جلوكوز؟ كنا بنعمل ايه؟ بنجيب الجلوكوز نحولها لجلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز 6 فوسفيت بالميوتيز هنحولها لجلوكوز 1 فوسفيت، تمام؟ وهنقوم جايين مدخلين عندنا يو تي بي ومطلعين 2 فوسفيت،
واسطة انزيم اسمه ايه للناس الشاطرة اللي فاكرة اللي ذاكرت المحاضرة اللي فاتت، كان اسمه يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريليز. تمام، كان بيعمل ايه؟ دخل يو دي بي يطلع اتنين ايه، يطلع عندي اتنين فوسفيت. تمام، يتكون عندي يو دي بي جلوكوز. هي دي الخطوة الأولى في الستبس بتاعتنا. يبقى أول خطوة أعمل إيه؟ أصنع يو دي بي جلوكوز. زي ما احنا قلنا الميكانيزم إزاي، بحول الجلوكوز والفوسفيت أحوله ليو دي بي جلوكوز. تمام، طيب قال لك ليه؟ قال لك إن اليو دي بي جلوكوز ده عبارة عن إيه يا ربي؟ عبارة عن الميكروباص اللي هيوصله للمكان بتاع التصنيع. يعني إيه؟ أنا مش فاهم. بص يا جماعة، انت دلوقتي تخيل انت مثلا جيت مثلا ماتش مثلا المنتخب، ماتش الاهلي، ماتش الزمالك، انت حبيت تروح التذكره. تمام، دلوقتي الماتش ده في اسكندريه وفي برج العرب مثلا، وانت عايز تروح برج العرب. تمام، طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ اول حاجه هقوم جاي داخل على النت حاجز التذكره. قلت تمام، عايز حد بقى يوصلني هناك للملعب بتاع الاستاد ده. تمام، هيوصلني مثلا يوم جاي مثلا جايب مثلا ميكروباص حاجه، هتقوم جاي موصلاني لحد المكان اللي هناك ده. تمام، فاحنا عندنا اليو دي بي جلوكوز دي عباره عن نفس الحاجه. انا دلوقتي الحافله دي هتقوم جاي موصلاني للمكان بتاع الاستاد، وبعد كده تقوم جاي سايباني وماشي. هو ده اللي هيحصل عندي بالظبط. الخطوه الثانيه عندي بقى ايه؟ هنبدا بقى نتكلم. الخطوه الثانيه ان انا هجيب اليو دي بي جلوكوز ده واصنع منه ايه؟ جلايكوجين. ايه هي الخطوات؟ قال لك ان انا علشان اصنع من يو دي بي جلوكوز اصنع منه جلايكوجين، محتاج عندي اتنين انزيم مهمين. اول انزيم عندي اسمه جلايكوجين سينسيز، مش سينسيتيز، اسمه جلايكوجين سينسيز. احنا قلنا لو موجود عندي تي يبقى موجود عندي اي تي بي، لو موجود عندي تي يبقى موجود عندي اي تي بي، لكن هنا ما بيستخدمش اي تي بي خالص ولا بيستخدم طاقه. تمام، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه سينسيز. خلي بالكوا في الام سي كيو يجيبها لك نفس الطريقه، حط جنبها اكتب ام سي كيو، اكتب جنبها ام سي كيو مفيش تي. تمام، اكتب ام سي كيو وجاي حاطط تي كده وجاي كاتب جنبها ايه؟ اكس، عشان ما تلخبطش، عشان تفتكر لما تيجي تذاكر تذاكر صح. تمام، طيب نكمل. ايه هو ايه الفانكشن بتاعت الانزيم ده؟ بيعمل ايه الانزيم ده؟ قال لك ان هو بيقوم جاي عامل ايه؟ ناقل الجلوكوزا من اليو دي بي جلوكوز. يعني واخد ده، انت بقى اول ما وصلت عندك الاستاد راح جاي واحد ماسك بايدك وراح جاي نقلك لحد الجلايكوجين. تمام، يعني بيقوم جاي واخدك منزلك من الحافله من الميكروباص، يقوم جاي موديك الايه؟ يوديك المكان التاني. فهو بينقل الجلوكوزا من يو دي بي جلوكوز، يقوم جاي موديها عند الايه؟ الجلايكوجين برايمر. ايه هو الجلايكوجين برايمر ده؟ بص يا جماعه، الجلايكوجين برايمر ده بيكون بنفس الشكل ده كده. تمام، بيكون تقريبا موجود فيه عدد قليل كده من الايه؟ من الايه؟ من الجلوكوز. تمام، زي ايه؟ زي حجر اساس كده مبني عليه، يعني حاجه مبني فوقها. تمام، هو ده الجلايكوجين برايمر. تمام، طب نكمل. قال لك هيعمل ايه الانزيم ده؟ هيقوم جاي واخد اليو دي بي جلوكوز دي محولها عندي الايه؟ محولها عندي الجلوكوز. يعني هيعمل ايه؟ قال لك ان الجلايكوجين سينسيز ده هيقوم جاي واخد اليو دي بي جلوكوز، مطلع منها اليو دي بي واخدها جلوكوز، ويقوم جاي حاططها عندي على الجلايكوجين برايمر ده. طيب استنى، قال لك ان انا عندي الجلايكوجين برايمر هيتحد مع الجلوكوزا الجديده. يعني ادي مثلا تخيل دي جلوكوزا قديمه موجوده على الجلايكوجين برايمر، ودي الجلوكوزا الجديده اللي احنا لسه حاطينها. تمام، اللي احنا شلنا منها الايه؟ اليو دي بي. تمام، قال لك ان الجلوكوزا الجديده هتتحد بالكربون نمبر 1 بتاعت، احنا عارفين الجلوكوزا عنده كام كربون؟ 6. الكربون نمبر 1 بتاعت الجلوكوزايا الجديده هتتحد مع الكربون نمبر 4 بتاعه الجلوكوزايه القديمه اللي هي التيرمينال جلوكوز، اخر جلوكوزايه موجوده عندي في الايه؟ في الجلايكوجين. الاثنين هيتحدوا مع بعض. طب الرابطه هيكون ايه؟ هتكون من، احنا عارفين ان هي بتكون الرابطه اللي هتكون مين؟ اللي بين جلوكوز وجلوكوز بيكون اسمها جلوكوزيديك بوند، وبتكون نوعها ايه؟ الفا. فبتكون الفا 1 4 جلوكوزيديك بوند. يعني هيحصل عندي ايه؟ هنقوم جايين واخدين الكربون نمبر 1 بتاعه الجلوكوزايه اللي احنا لسه شايلين من عليها الايه؟ اليو دي بي، هتقوم جايه ماسكه مع التيرمينال جلوكوز الاخر جلوكوزايه موجوده عندي هنا، يعني اللي هي الجلوكوزايه ديت. تمام، ماسكه معاها بالايه؟ دي القديمه بنمبر 1، القديمه بتكون بنمبر 4 والجديده بنمبر ايه؟ نمبر 1. تمام، وهيقعدوا ايه؟ يقوموا جايين ماسكين مع بعض الاثنين، ونقعد بقى نكرر الخطوه ديت. نجيب جلوكوزايه ناخدها من يو دي بي، ونقوم جايين شايلين منها اليو دي بي وحاطينها، ونبني 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 لحد ما يبقى موجود عندي في السلسله تقريبا على الاقل، على الاقل يكون موجود عندي كام؟ 11 جلوكوز. يعني نعد كده تقريبا، بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني انا موجود عندي تقريبا دلوقتي 11 جلوكوز على الاقل. هل ممكن يكون موجود عندي 12؟ اه 13، اه، بس على الاقل لازم يكون موجود عندي كام؟ 11. طب لما يكون على الاقل موجود عندي 11 جلوكوزا، هيكون اسم الجلايكوجين في الوقت ده ايه؟ هيتغير اسمه من جلايكوجين برايمر، يبقى اسمه اماتيور جلايكوجين، اماتيور جلايكوجين. تمام، وبعد كده بقى هيجي الدور بتاع الانزيم اللي بعده.
اللي هو الايه الانزيم التاني اللي عندنا اللي اسمه برانشنج انزيم. برانشنج انزيم يعني ايه؟ برانشنج انزيم من اسمه يعني هيعمل لي برانش جديد، هيعمل لي برانش جديد. تمام، تعالوا نشوف هيعمل برانش جديد ازاي. قال لك ان هو هيقوم جاي الانزيم برانشنج انزيم ده يقوم جاي واخد ستة، مش السلسله دي موجود فيها 11 على الاقل دلوقتي اللي هي الاماتيوريج لايكوجين، هيقوم جاي واخد ستة منها. تمام، على الاقل ستة، ممكن ياخد سبعة، ممكن ياخد ثمانية، ممكن ياخد تسعة، بس على الاقل بيقوم جاي شايل عندي كام؟ ستة جلوكوز. تمام، من السلسله، ويقوم جاي رايح ناقلهم عندي، ماسكهم في اقرب ايه؟ في اقرب جلوكوزاي، في اقرب ايه؟ في اقرب سلسله ثانيه، في اقرب ايه؟ في اقرب تشين ثانيه. تمام، هيقوم جاي ماسكها هنا اهو. طب الكربونه القديمه هتمسك بالكربون نمبر كام؟ اللي هي اللي هتمسك فيها هتمسك بالكربون نمبر 6، يعني جميل، هنا ماسك بالكربون نمبر 6، وهنا دايما الجديد بيمسك بكربون نمبر 1، وهيكونوا رابطه اسمها ايه؟ الفا 1 6 جلوكوزيديك لينكج. يعني هيعمل ايه؟ تعالوا اقرا كده الكلام. قال لك ان هو هيقوم جاي ناقل عندي جزء من اللينكج تشين تقريبا، هينقل عندي كام؟ 6 على الاقل، شايفين 1 2 3 4 5 6، تمام؟ ناقل عندي كام؟ 6 على الاقل، ويقوم جاي ماسكهم باقرب واحده جنبهم، شايفين؟ جاي شايلهم ماسكهم في اقرب واحده اللي هي ده هي، تمام؟ اهو اقرب واحده جنبهم على طول، تمام؟ وهيمسكوا مع بعض بالفا 1 6 جلوكوزيديك لينكج. يعني ايه؟ القديمه هتمسك بنمبر 6 هتديهم الكربون نمبر 6 بتاعتها، والتانية هتديهم الكربون، اي جديد هتدي ده كربون نمبر 1، هيكون رابطه اسمها الفا 1 6 جلوكوزيديك لينكج. فعلشان كده الاسم التاني للبرانشنج انزيم اللي ممكن يجي لك في الامتحان اسمه امايلو 1416 ترانس جلوكوزايديز. يعني ايه؟ يعني هو هينقل ترانس، يعني هينقل عندي الجلوكوزايا من ايه؟ من الفا 1.4 ينقلها لايه؟ لالفا 1.6. يعني ايه؟ يعني هي كانت ماسكه اول حاجه في امان الله الفا 1.4 جلوكوزيديك لينكج، تمام؟ هينقلها بقى لايه؟ لالفا 1.6 جلوكوزيديك ايه لينكج. هي دي الفانكشن بتاعت الانزيم. طب هيحصل عندي ايه بعدين بقى؟ شايفين السلسله اللي ظهر دي بقى عندي دلوقتي على الاقل كام؟ موجود عندي 6. هيقوم جاي الانزيم اللي اسمه جلايكوجين سينثيز يقوم جاي يقعد يبني 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 لحد ما يكون 11، تمام؟ نقوم جايين واخدين السته دول كمان مره، ونقوم جايين حاطينهم في برانش جنبهم، ونقعد نبني 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 نبني، ونكمل نفس الخطوات، نقعد نعيد ونعيد 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 لحد ما تتكون عندي كميه كبيره من الايه؟ من الجلايكوجين، اتني ابني. قال لك ايه في الملاحظه بتاعتنا؟ قال لك ان انت عندك النيو برانش هيقعد يحصل له الونجيشن بواسطه الايه؟ الجلايكوجين سينثيز. بعد كده هنقعد نعيد العمليه كمان مره، ونعيد ونعيد لحد ما تتكون عندي العمليه دي، تمام؟ فاحنا عندي اثنين انزيم اساسيين. مين الاولاني؟ جلايكوسينثيز، هيقوم جاي واخد الجلوكوزايا اللي هي من يو دي بي جلوكوز، حطيتها عندي على الـ على الايه؟ على الجلايكوجين برايمر، تمام؟ ويقوم جاي يقعد يبني 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 لحد ما يتكون عندي على الاقل كام؟ 11. الرابطه اللي بتكون ما بينهم ايه؟ الفا 1.4، تمام؟ بعد كده لما يزيد عددهم يبقى عددهم من 11 فما اكثر، تمام؟ هيحصل عندي ايه؟ هيجي انزيم تاني اسمه برانشنج انزيم، هينقل عندي الجلوكوز، هينقل كام عندي؟ على الاقل 6، هيقوم جاي ناقلهم عندي لبرانش تاني، بدل ما كانوا ماسكين مع بعض الفا 1.4 هيبقى ماسكين بايه؟ بالفا 1.6 جلوكوزيديك ايه لينكج، ونقعد نبني ونبني ونبني لحد ما تتكون عندي كميه كبيره، تمام؟ طيب ليه انا بعمل جلايكوجينيسيس؟ ليه انا بنتج عندي جلايكوجين؟ ايه الاهميه بتاعتها؟ قال لك اول حاجه ده على حسب المكان اللي هي موجوده فيه. احنا قلنا بيحصل عندي في مكان من المكانين، يا اما في الليفر يا اما في المصل، مش احنا قلنا يا اما هنا يا اما هنا، ففي كل واحد ليه اهميه، تمام؟ طيب قال لك ان انا عندي بعمل بخزن عندي جلايكوجين في الليفر ليه؟ قال لك ان انا بعمله جلوكوز ريزيرف، يعني ايه؟ مخزن للجلوكوز. ليه انا بحتاج الجلوكوز ده في ايه؟ شوفوا يا جماعه، احنا عندك لو انت في مجاعات والناس كلها يعني الناس كلها حايسه وما اعرفش ايه، يعني محدش لاقي اكل ولا اي حاجه، لو انت رحت تقيس لواحد معدل السكر في الدم عنده ممكن تلاقيه قاعد وهبطان وقاعد على السرير ومش عارف يعمل اي حركه، ليه؟ ما عندوش اي تي بي، تمام؟ طيب بس هتيجي تقيس معدل الجلوكوز عنده في الدم، احنا كنا بنقول معدل الجلوكوز من كام؟ من 70 ل 110، ده الطبيعي، تمام؟ طيب احنا قلنا هتيجي تقيس عنده تلاقيه عنده مثلا 50 40، طب اشمعنى؟ ده ما اكلش من يوم يومين ثلاثة، الجلوكوز اللي عنده ده موجود عنده منين؟ موجود عنده من الجلايكوجين، شايفين؟ كمية كبيرة، لأن أنا بخزن عندي الجلوكوز، لأن الجلوكوز معدل السكر في الدم لازم يكون عالي، لازم يكون إيه؟ حافظ على الإيه؟ على المدة دي، حافظ على المعدل بتاع الجلوكوز في الدم، تمام؟ كمان بيمنع إن أنا عندي المعدل ده يزيد، تمام؟ لأن أنا عندي الجلوكوز في الدم زاد قوي هترتفع عندي الكمية قوي، فأنا محتاج إن أنا أحول الكمية بتاعة الجلوكوز دي أخزنها لوقت تاني، مش باخدها أرميها في الزبالة. فقال لك تقريبا
هناخدها نخزنها. لما انت بتاكل ما بين المينز ما بين الاكلات بتاعتك اللي انت هتاكلها، احنا بنخزن عندنا الجلوكوز ده علشان الوقت التاني، عشان الوقت بتاع الايه الفاستنج. تمام. طب قال لك امتى بيخلص عندي الجلايكوجين اللي موجود عندي في الليفر؟ قال لك من 12 ل 18 ساعه. يعني انت لو ما اكلتش من 12 ل 18 ساعه هيكون كل الجلايكوجين عندك ايه استنفذ. تمام. ده لو انا موجود في الليفر. يبقى في الليفر بستخدمه كجلوكوز ريزيرف. قال لك بقى في المصل مش بستخدمه لجلوكوز ريزيرف، بستخدمه كايه؟ كفاور ريزيرف، يعني ايه؟ مصدر للطاقه، وقود، بستخدمه كحاجه. انت عارف المصل كل شويه بتتعب وبتعمل حركات، انت متخيل كل حاجه في جسمك بتعمل. يعني انت دلوقتي وانت ماسك القلم وانت قاعد تكتب ورايا، قاعد دلوقتي تستخدم ايدك، قاعد تستخدم عضلات، قاعد وانت بتتخانق، بتلعب كوره، بتتحرك، بتعمل كل دي مصل. فانت متخيل ان المصل دي بتتحرك قد ايه وبتعمل قد ايه؟ فانت محتاج دايما محتاج ليها مصدر خاص للطاقه. ما ينفعش ان هي تكون زي بقيه الجسم كل بنوزع احنا الحاجه بالعدل. يعني انا اقول لك كلمه، كانوا دايما بيقولوا ايه، كان في مثل كده يقول لك لو انت جيت تدي مثلا واحد فقير فلوس، هل جيت مثلا عندك اتنين فقراء، واحد مثلا عنده 5 عيال والتاني عنده عيل واحد، تمام، هل انت تدي ده نفس ده؟ هل انت من العدل انك تدي ده 10 وتدي ده 10؟ لا، ده ما ينفعش كده. انت المفروض لو تدي ده 10 تدي ده 50، لان ده ايه؟ لان ده على حسب عدد الافراد اللي هو محتاجها. فاحنا عندنا المصل بتحتاج طاقه كتير غير بقيه الجسم، فاحنا لازم نوفر لها مصدر خاص للايه؟ للطاقه. فاحنا هنستخدمه عشان الاي تي بي، هتستخدمه عشان تنتج عندها اي تي بي. علشان مين؟ علشان هي بس، عشان هي بس. تمام. طيب امتى بيخلص عندي الجلايكوجين اللي موجود عندي في المصل؟ بعد برولونجد اكسرسايز. يعني مثلا انت قاعد تعمل شغل طويل طول اليوم، شغال في اليوم من اول لاخر، اكيد كل الجلايكوجين او مصادر الطاقه اللي عندك في الجسم ايه هتخلص، عشان كده هترجع حبطان وهتقوم جاي نايم على طول. تمام. يبقى انا في الليفر بستخدمه كايه؟ كجلوكوز ريزيرف. طب في المصل فور ريزيرف. طب الفور ريزيرف بستخدمه عشان مين؟ بس المصل. ايوه، بس عشان المصل لوحدها. تمام. امتى ده بيخلص؟ في الليفر بيخلص بعد من 12 ل 18 ساعه. طب في المصل بعد برولونجد اكسرسايز. يلا نكمل. هنتكلم بقى دلوقتي عن الريجوليشن. احنا قلنا لما بنقول اي ريجوليشن لازم بنحدد القائد بتاع التفاعل. قلنا بنحدد القائد ازاي؟ اول انزيم عندي الريفرسابل. تمام. هو اول انزيم عندي الريفرسابل مين؟ اللي هو الجلايكوجين سينثيز. هو ده هيكون القائد اللي هو البيس ميكر، وزي ما احنا قلنا الاسماء الثانيه اللي هو كوميتد ستيب او ريت ليميتنج انزيم. تمام. قال لك ان انا عندي الريجوليشن بتاعت الجلايكوجينيسيس، قال لك ان هي بتحصل عندي ايه؟ بتكون عباره عن حاجتين. اول حاجه يا اما بتكون كوفالنت ريجوليشن يا اما بتكون الستريك ريجوليشن. يعني ايه؟ يعني هي بتكون بتتاثر بالفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن وكمان الالستريك. تمام. ريجوليشن يعني ايه؟ بص يا جماعه، قال لك ان انا عندي دلوقتي، احنا عارفين القانون بتاعنا اللي احنا حطيناه. تمام. كنا بنقول ايه؟ هل انا دلوقتي امتى هبني عندي جلايكوجين؟ امتى هبني عندي جلايكوجين؟ لو نسبه الجلوكوز عندي زايده. طب لو نسبه الجلوكوز عندي زايده، لو نسبه الجلوكوز عندي زايده، يبقى انا في حاله ايه؟ فيدنج. طالما في حاله فيدنج يبقى انا بيتفرز عندي اي هرمون اسمه هرمون، هيتفرز عندي هرمون الانسولين. فطالما انا باخد الجلوكوز ده اكسره او اتصرف فيه، يبقى في الحاله ديت هتكون الانزيمز دي اكتيف، وهي ايه؟ اكتيف، وهي دي فوسفوريليتد. اكتيف وهي دي فوسفوريليتد. تمام. لان انا العمليه دي بتتم عندي اثناء عمليه الايه؟ الفيدنج. فطالما فيدنج يبقى هيتفرز عندي الانسولين. تمام. يبقى اكتيف وهي دي فوسفوريليتد. تمام. طيب لو انا حبيت اعمل العكس، مين هتكون ان اكتيف وهي ايه؟ هتكون اكتيف وهي ان اكتيف وهي فوسفوريليتد. ان اكتيف وهي فوسفوري. طب مين اللي بيعمل لها فوسفوريليت؟ مين اللي بيخليها ان اكتيف؟ احنا قلنا اللي هما مين؟ انتي انسولين. مين انتي انسولين؟ جلوكاجون، كورتيزول، ادرينالين، نور ادرينالين. تمام. قال لك ان انا عندي لو انا عايز اعمل ان اكتيفيشن للتفاعل ده في الليفر والمصل الاثنين، بقوم جاي عامل بواسطه الادرينالين والنور ادرينالين، بفرز ادرينالين ونور ادرينالين، يقوم جاي حصل عندي ايه؟ هو نور ابينفرين. وابينفرين دي الاسامي بتاعت الايه؟ ده في بريطانيا بيسموها كده. تمام. لكن في امريكا بيسموها ادرينالين ونور ادرينالين، يعني هما الاثنين نفس الاسم. تمام. طيب قال لك ان الادرينالين والنور ادرينالين ده بيكون في الليفر وفي المصل. لو انا حابب اعمل ايه؟ عايز اعمل ان اكتيفيشن للحاجه ديت في الليفر وفي المصل. طب لو انا حابب اعمل للليفر بس، قال لك ده بيكون بواسطه مين؟ الجلوكاجون. يعني الجلوكاجون بيتفرز في الليفر بس، لكن الادرينالين والنور ادرينالين بيتفرزوا عندي في المصل وفي الليفر. تمام. طيب عندنا بقى دلوقتي الالستريك ريجيليشن. احنا قلنا الالستريك ريجيليشن، اول ما تجيني الكلمه دي بقوم جاي حاطط السهم المشهور بتاعي اهو. قوم جايين حاطين السهم برودكت سبستريت، وقوم جايين حاطين عندي ايه؟ انزيم. تمام. انا عندي الانزيم مين؟ جلايكوجين سينثيز. مين اللي قبله؟ عندي جلوكوز 6 فوسفيت. احنا عارفين الجلوكوز 6 فوسفيت هتتحول عندي بالميوتيز لجلوكوز 1 فوسفيت.
تمام. فتعتبر الجلوكوز 1 فوسفيت دي عباره عن ايه؟ عن سبستريت. فلو زادت كميه السبستريت هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي اكتيفيشن. طب لو زادت عندي كميه البرودكت، مين البرودكت اللي عندي؟ اللي هو الجلايكوجين، فبالتالي هيعمل ايه؟ انهبيشن. تمام. هنتكلم بقى دلوقتي، احنا كده اتكلمنا عن ازاي بنبني عمليه بناء الجلايكوجين، عمليه بناء الجلايكوجين. تعالوا بقى دلوقتي نتخيل ان احنا دلوقتي خلاص بنينا جلايكوجين، ودلوقتي اليوم اللي بعده انا دلوقتي قعدت اتسحر واكل اكل تقيل وما اعرفش ايه، واكل واكل وحش وحش واشرب ميه واعمل بتاع ما نعرفش. يعني احنا في ايام الصيام بنقعد نشرب ميه كتير، يعني على ان الميه دي مش هتطول اصلا يعني. تمام. ما بيلومناش ان احنا نخش الحمام كتير. تمام. فانا دلوقتي قاعد اكل 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 واتسحرت، وبعد كده قعدت اليوم بعده صيام بقى. انا دلوقتي لما جيت في وقت الصيام قعدت ساعه ساعتين ثلاثه اربعه، لحد دلوقتي مش جعان، الاكل اللي جوه مكفيني، لحد ما وصلت مثلا عند قرب مثلا ايه العصر، في العصر كده تمام، لقيت نفسي ميت خلاص، مفرهد مش قادر. دلوقتي بتبدا عندي تتكسر عندي عمليه الايه، هكسر بقى ايه، هحتاج ان انا احصل على الطاقه. هحصل على الطاقه دي منين؟ هحتاج ان انا احصل على جلوكوز. هجيب الجلوكوز ده منين؟ فاكرين الجلايكوجين اللي انا كنت خزنته؟ هكسره انا بقى دلوقتي. العمليه دي اسمها جلايكوجين لايسيس. جلايكوجين لايسيس يعني هكسر عندي الجلوكوز. يبقى احنا كده استنتجنا الديفينيشن. مين الديفينيشن؟ قال لك بريك داون اوف جلايكوجين، عشان نشكل عندنا مين؟ جلوكوز والفوسفيت. هناك كنا بناخد الجلوكوز والفوسفيت ده نشكل منه جلايكوجين. تمام. طيب نكمل. طب الجلوكوز والفوسفيت ده هنستخدمه في ان احنا هنعمل ايه؟ هنصنع منه جلوكوز 6 فوسفيت. هنصنع منه جلوكوز 6 فوسفيت. طب ليه؟ علشان الجلوكوز 6 فوسفيت يقوم جاي داخل عندي جلايكوليسيس واستخدمه في انتاج الايه؟ الطاقه. تمام. يلا بقى نكمل. تمام. بص يا جماعه، قال لك ده بيحصل عندي في النفس الثاني بالظبط، في السيتوسول بتاع الليفر والمصل اهي. انا هكسر جلوكوز، انا ببني جلوكوز فين؟ ببنيه هناك. هقوم جاي نقله لمكان ثاني عشان اكسره، لا ده انا هكسره في المكان اللي هو موجود فيه. تمام. طب يلا، انا محتاج عندي كام انزيم؟ قال لك ان انا محتاج عندي تقريبا 3 انزيم. تمام. تعالوا نشوف. قال لك اول انزيم عندي اسمه جلايكوجين فوسفوريليز. هيعمل ايه الانزيم ده؟ قال لك ان الانزيم ده بيشتغل على الفا 1 4 جلوكوزيدك بوند. يعني ايه؟ يعني الرابطه اللي ما بين جزيء الجلوكوز ده وجزيء الجلوكوز ده، اللي ما بين ده وده، ما بين ده وده، اللي ما بين جزيئات الجلوكوز اللي مع بعض، بيعمل ايه؟ بيكسرها. بيقوم جاي مكسرها وعامل ايه؟ ويقوم جاي شايل عندي 1 جلوكوز. تعالوا نشوف كده الخطوات بيحصل عندي ايه. قال لك ان انت عندك ايه؟ هيقوم جاي شايل عندي جلوكوزين من التفاعل. شايف التفاعل بقى اهو. تمام. هيقوم جاي شايل عندي الجلوكوز اللي هي باللون اللي هو اللي باللون ده كده. تمام. هيقوم جاي شايلها. تمام. هيقوم جاي عامل ايه؟ هيقوم جاي مدخل عندي فوسفيت. تمام. يعني هيطلع عندي جلوكوزايه. طب الجلوكوزايه دي هيكسرها بواسطه ايه؟ بواسطه عمليه الفوسفوريليشن. هيعمل ايه؟ هيقوم جاي شايل جلوكوزايه من الايه؟ شايف انا هيقوم جاي شايل الجلوكوزايه دي. تمام. وهقوم جاي مطلعها بره. هطلعها بره كده لوحدها؟ لا، ده انا هقوم جاي حاطط ايه؟ حاطط جنبها فوسفيت. تمام. طيب حاجه كسر الجلوكوزايه اللي بعدها، هقوم جاي شايلها كده، هقوم جاي حاطط معاها فوسفيت وجاي متكسره. تمام. فانا بكسر 1 جلوكوز وبقوم جاي منتج عندي جلوكوز 1 فوسفيت. اكن اكسر 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 لحد ما يبقاش عندي موجود في البرانش غير كام؟ غير 4 بس. يعني شايف ده كان موجود عندي كام؟ تقريبا موجود عندي 8. تمام. قاعد يكسر 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 الفوسفوريليز لحد ما ايه؟ لحد ما بقاش باقي في التفاعل ده غير 4 بس. قال له يا عم كمل الاربعه اللي باقيين لك. يقول لا، ده انا اخري كده، لازم يكون باقي عندي بس 4، غير كده يبقى انا كده خلصت الشغل اللي عليا. تمام. هو قاعد يكسر 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 لحد ما مبقاش عندي في السلسله غير موجود عندي كام؟ 4 بس. تمام. ما يبقاش عندي غير 4 جلوكوز. تمام. فهيحصل عندي ايه؟ هيجي انزيم تاني خالص اسمه ايه؟ اسمه الفا 1 4 الفا 1 4 جلوكونو ترانسفريز. يعني ايه؟ بيعمل ايه الانزيم ده؟ قال لك ان الانزيم ده بيقوم جاي ناقل عندي ترايسكارايد. يعني ايه؟ هينقل عندي 3 من جزيئات الجلوكوز دي. يقوم جاي موديهم فين؟ موديهم عندي هنا اهو. تمام. موديهم عندي هنا. طب ليه سميناه الفا 1 4؟ الفا 1 4 لانه بينقل عندي الثلاثه جلوكوز دول، بينقلهم من ايه؟ من برانش بيكون الفا 1 4 ينقلهم لالفا 1 4 تاني. عشان كده سميناه الفا 1 4. الفا 1 4 جلوكونو ترانسفيريز. هينقل عندي كام؟ 3 جلوكوز ينقلهم للبرانش الايه؟ البرانش اللي جنبه. تمام. هيجي بقى في الاخر ده هيكون اسمه ايه؟ ترانسفريز. تمام. طيب اخر انزيم عندي بقى هيكون اسمه ايه؟ دي برانشنج انزيم. دي برانشنج انزيم ده هيعمل ايه؟ انا دلوقتي الشويه دول فكيتهم كلهم بواسطه الفوسفوريليز. تمام. كسرتهم. تمام. وبعد كده لحد ما بقاش باقي غير 4. بعد كده راح جاي واحد جينا ندور على واحد يكسر لنا الاربعه كلهم، ما لقيناش. لقينا واحد يكسر بس الثلاثه، فقلنا له تعالى كسرهم. ما بقاش باقي بقى عندي غير واحده. الواحده دي هكسرها بايه؟ هكسرها بالدي برانشنج انزيم. هيعمل ايه؟ قال لك اسمه الثاني اسمه الفا 1 6 جلوكوزايديز. ليه؟ لان ده عباره عن برانش ماسك في الايه؟ احنا قلنا اي برانش بيكون ماسك بالفا 1 ايه؟
الفا 1 6، تمام؟ اهو ده ماسك بالايه بالكربون نمبر 1 بتاعته، وده ماسك بالكربون نمبر ايه 6 بتاعته، تمام؟ فهيكون اسمها الفا 1 6 جلوكوزايديز. هيقوم جاي عامل ايه بقى؟ هيقوم جاي شايل عندي البرانش الاخير. احنا كنا بنشيل كل الحاجات اللي فاتت دي، كنا بنشيلها بواسطه ايه؟ كنا بنشيلها بواسطه فوسفيت. يقوم جاي شايلينها وحاطين جنبها فوسفيت، ويقوم جاي متشالها، تمام؟ قال لك دي بقى هيشيلها بواسطه ميه. هيقوم جاي مدخل عندي ميه، يقوم جاي مطلع عندي الجلوكوزايه الاخيره. طب الجلوكوزيه الاخيره اللي هتنتج عندي هتكون جلوكوز جلوكوز والفوسفيت، ولا هتكون جلوكوز بس؟ هتكون فري جلوكوز، هتكون فري جلوكوز، يعني مش ماسك معاه ايه فوسفيت. طب انا هعمل ايه في الفري جلوكوز ديت؟ قال لك ان انا هقوم جاي اخد الفري جلوكوز دي واخدها بواسطه انزيم الفوسفورينيز، يقوم جاي احولها عندي لجلوكوز 1 فوسفيت. يعني انا بقوم جاي عامل ايه في الاول؟ يبقى انا نعيد الخطوات كده معلش كام مره، يعني عيدها عشان تظبط الدنيا مع بعض. عندنا برانش طويل عايزين نكسر، نجيب الفوسفوريليز يكسر لحد ما يبقاش باقي غير اربعه، يقول كفايه كده عليا. يقوم جايين جايبين الترانسفيريز، يقوم جاي عامل ايه؟ مكسر؟ لا، ده يقوم جاي ناقلهم عندي لبرانش جديد، تمام؟ باقي عندي واحده، هي دي المشكله الصغيره دي. هعمل فيها ايه؟ هجيب انزيم يقوم جاي شايلها بالميه، اسمه ايه؟ اسمه الدي برانشنج انزيم، تمام؟ هقوم جاي شايلها عندي بواسطه ميه، ينتج عندي ايه؟ فري جلوكوز. الفري جلوكوز دي بواسطه الفوسفوريليز، هيقوم جاي عامل ايه؟ بواسطه الفوسفوريليز هيقوم جاي عامل عندي ايه؟ هيقوم جاي محولها عندي الجلوكوز والفوسفيت، تمام؟ طيب هي دي الخطوات اللي حصلت معايا. تعالوا بقى نشوف، عندنا احنا دلوقتي عندنا جلوكوز والفوسفيت، هنتصرف ازاي في الجلوكوز والفوسفيت او هنستفيد منها في ايه؟ قال لك ان انا عندي الجلوكوز والفوسفيت دي بواسطه انزيم الميوتيز. احنا بنمشي كل الخطوات بالعكس، مش احنا في المره اللي فاتت في لما احنا بنبني جلايكوجين كنا بنعمل بنحول الجلوكوز 1 6 فوسفيت بالميوتيز بنحولها ل 1. احنا دلوقتي هنعمل العكس، تمام؟ زي زي الجلوكونيوجينيسيس وزي الجلايكوليسيس، هما الاثنين كانوا عكس بعض، فاحنا عندنا دول الاثنين برضو هيكونوا ايه؟ عكس بعض. بواسطة انزيم الميوتيز هنحول جلوكوز 1 فوسفيت اللي طلعت معانا دي هنحولها لجلوكوز 6 فوسفيت، تمام؟ طب انا الجلوكوز 6 فوسفيت دي هستفيد منها في ايه؟ قال لك على حسب المكان اللي انا ايه اللي هتروح له الجلوكوز 6 فوسفيت دي. لو راحت للليفر والكدني، الليفر والكدني انا حاسس اني سمعت الكلمه بتاعت الليفر والكدني دي فين قبل كده. انا سمعت الليفر والكدني، افتكرت ده الليفر والكدني دي بتاعت الجلوكونيوجينيس، عمليه بناء الجلوكوز. لو راحت عندي جلوكوز 6 فوسفيت راحت عندي الليفر والكدني هيحصل لها جلوكونيوجينيس، يعني هنحول الجلوكوز 6 فوسفيت كنا بنحولها بواسطه انزيم اسمه الجلوكوز 6 فوسفاتيز، كنا بنحولها للانزيم ايه؟ كنا بنحولها عندي لايه؟ لجلوكوز. بنحولها عندي لجلوكوز، كنا بنشيل من عندنا ايه؟ البي. كنا بنشيلها عندنا على ايه لو فاكرين؟ كنا بنقوم جايين مدخلين عندنا اي دي بي ونطلع عندنا ايه؟ ونطلع عندنا ان اورجانيك فوسفيت، تمام؟ ونحول الاي دي بي نحولها عندنا لايه؟ لاي تي بي. نمشي في خطوات بالايه؟ بالعكس. يعني الليفر يقوم جاي عامل ايه؟ مرجعها لي جلوكوز زي ما كانت في الليفر وكده، يرجعها جلوكوز وبواسطه في الجلوكونيوجينيسيس، ويقوم جاي مستخدمينها في المنتين بتاع البلاد جلوكوز ليفل. انا دلوقتي في حاله فاستنج محتاج حاجه تحافظ لي على معدل الجلوكوز في الدم، فاحنا هنقوم جاي مودينه الليفر وكده. طب لو في المصل، احنا عارفين ان المصل انانيه او بتستخدم ايه او عندها ايه او بتستخدم طاقه كتير، فقال لك في المصل بقى ايه؟ زي ما احنا كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت فاكرين يا جماعه، كنا قلنا ان احنا عندنا الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز ده بيكون ابسنت ان ماسل. كنا لما احنا خدنا في الجلوكونيوجينيسيس كنا بنقول ان هو ابسنت ان ماسل، صح؟ فبيحصل عندي ايه؟ الجلوكوز 6 فوسفيت ده بيتن باقي عندي في الماسل، ما بيتحولش عندي الجلوكوز. طب هستخدمه في ايه؟ قال لك ان انا هقوم جاي مدخل الجلوكوز 6 فوسفيت ده هحوله عندي لايه؟ هقوم جاي مدخله عندي عمليه اسمها عمليه الايه؟ الجلايكوليسيس. طب هعمل جلايكوليسيس يحول لي الجلوكوز 6 فوسفيت يحوله لي عندي الايه؟ يطلع لي اي تي بي، يبقى انا في الليفر والكدني هستخدمه ان هو ايه؟ احوله الجلوكوز ويعمل لي منتين البلاد جلوكوز ليفل. طب في المصل، بتستهلك طاقه كتير، فاحنا هنستخدمه علشان تنتج طاقه عشان المصل، هيقوم جاي داخل عندي جلايكوليسيس ونستخدمه علشان انتاج طاقه، تمام؟ طب استنى، ايه اللي ضمني ان الجلوكوز 6 فوسفيت ده هيتن قاعد في المصل ومش هيعرف يهرب؟ طب ايه المشكله يعني لو هرب؟ فاكرين يا جماعه الاوكسالو اسيتيت ما كانش بيعرف يطلع بره الجدار بتاع الميتوكوندريا، صح؟ ليه؟ عشان كده بنقوم جاي متنكر عندي على شكل ميت. احنا عندنا برضو الجلوكوز 6 فوسفيت، طالما ماسكه معاه الفوسفيت ما يقدرش يهرب بره الخليه،
طالما ماسك مع فوسفيت ما يقدرش يهرب بره الخليه، لكن الجلوكوز لما بيفك على الفوسفيت بيقدر يهرب بره الخليه ويقدر يحافظ على الايه، على البلاك جلوكوز ليفل. لكن الجلوكوز لما بيكون ماسك فوسفيت ما بيعرفش يهرب بره الخليه، عشان كده اللي في المصل الجلوكوز 6 فوسفيت اللي في المصل ما بيعرفش يهرب بره الايه، بره المصل سيل، تمام، بيتنه قاعد جواها لانه ماسكه معاه الايه، الفوسفيت دي. الفوسفيت دي شبه الشرطي لانها ماسكاه، لكن هناك راح جاي فاجئك من الشرطي، تمام، فتحول عند الجلوكوز، فالجلوكوز يقدر يعدي من السيل ممبر بتاع الخليه ويقدر يبقى رايح للبلد ويحافظ على بلاد جلوكوز ليفل، تمام. طب استنى، فاكرين بقى الخطوه الاخرانيه اللي احنا كنا عملناها ديت، ان احنا كسرنا الحاجه بالميه، ما كسرناهاش بواسطه فوسفيت. احنا كنا كل الخطوات اللي فاتت كنا بنقول جاي حاطين فوسفيت تقوم جايه مفصوله ومتكسره، نحط فوسفيت تقوم جايه مفصوله ومتكسره، ليه ما كسرنا هنا بواسطه ميه؟ طب ليه اشمعنى مثلا بدل ما كسر كل الخطوات بواسطه فوسفيت ليه ما كسرهاش كلها بواسطه ميه؟ قال لك ايه؟ قال لك ان انا عندي الفوسفوريليت كليفنج ده بيكون عنده مميزات اكتر من الايه، من التكسير بواسطه الميه. زي ايه؟ قال لك اول مميزه ليه ان انا لما انا بطلع عندي اول ما انا باجي اكسر الجلوكوز بيطلع عندي جلوكوز 6 فوسفيت. طب الجلوكوز 6 فوسفيت ده لما هيخش جلايكوليسيس هيزود لي جزيء طاقه، انا مش فاهم. بصوا يا جماعه انا اقول لك كلمه، احنا لما كنا بنمشي في الجلايكوليسيس فاكرين كنا بنطلع كام اي تي بي؟ انا بنطلع 8 اي تي بي، تمام. ليه؟ علشان انا في الطبيعي انا اللي انا عارفه ان انا كنت بصنع، مش بصنع 8 في الظروف الهوائيه، ما كنتش بصنع 8، انا كنت بصنع كام؟ بصنع تقريبا، خلينا نفتكر نركز اكتر، انا كنت بصنع 10 اي تي بي. بس انا كان عندي ايه؟ بس انا كنت بصرف في اول خطوه في المرحله التحضيريه في البري باراتري فيز كنت بصرف 2 اي تي بي، فعشان كده 10 ناقص 2 هيساوي 8. طب تخيل انت بقى لو انت في مرحله من البريباراتوري فيز كنا بنصرف عندنا اي تي بي امتى؟ لما بنحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، صح؟ كنا بنستخدم ايه؟ كنا بنكسر عندنا اي تي بي. طب تخيل لو انا قلت لك يا عم في المرحله التحضيريه راح جاي واحد مديك فلوس وقال لك يا عم روح ابني المحل بتاعك، روح شطب المحل بتاعك، هل انت صرفت حاجه؟ لا. فانا دلوقتي رحت جاي مديك ايه؟ مديك الجلوكوز 6 فوسفيت جاهزه، يعني انت مش هتضطر تصرف اي تي بي او مش هتضطر تعمل عمليه فوسفوريليشن بواسطه الهكسوكينيز او الجلوكوكينيز، تمام؟ ده انت هتاخد الجلوكوز 6 فوسفيت دي جاهزه، فبالتالي هيزيد عندي عدد الاي تي بي واحد. يعني انا ممكن يجي لك سؤال في الام اس كيو يقول لك ايه؟ لو انا حولت الايه؟ الجلوكوز 6 فوسفيت ده رحت جاي بحوله لبيروفيت، ايه هو التوتال بتاع الاي تي بي بتاع الجلايكوليزيس؟ هتقول له 9. ليه؟ لان انا في خطوه من الخطوات اللي في الاول ما خسرتش عندي اي تي بي في الاول، فبالتالي هيزيد عندي ايه؟ اي تي بي بلس اي تي بي، يبقى انا ايه؟ زودت عمليه الايه؟ كسبت اي تي بي زياده، تمام؟ طب ايه كمان الفوائد بتاعت الجلوكوز 6 فوسفيت؟ قال لك ان الجلوكوز 6 فوسفيت زي ما احنا قلنا ده عباره زي الشرطي كده، ما بيعرفش يطلع بره الخليه طالما هو ماسك فوسفيت، يعني الجلوكوز الفري جلوكوز يقدر يهرب ويطلع بره الخليه ويروح ويجي ويحافظ على بلاك جلوكوز ليفل ويعمل كل حاجه، لكن الجلوكوز 6 فوسفيت ده ما يقدرش يطلع. ليه؟ لانه عنده فوسفيت، طالما عنده فوسفيت يبقى دي مشكله بالنسبه له، ودي تعتبر مميزه بالنسبه لي. ليه؟ لان انا عايز الجلوكوز 6 فوسفيت ده جوه المصل، لان المصل بتحتاج عندي طاقه كل شويه، فانا محتاج حد ينتج لي طاقه، محتاج محطه بنزين تكون موجوده عندي في المصل لوحدها، تمام؟ فطالما هو مش هيقدر يطلع بره الخليه هنستخدمه في الانتاج بتاع الطاقه جوه الايه؟ جوه العضله. ده بقى بالعكس بقى، لو كان موجود عندي انزيم اللي هو الفوسفاتيز ده لو كان موجود عندي جوه المصل كان في بالتالي كان يتحول عندي جلوكوز 6 فوسفيت كان يتحول لجلوكوز، وبالتالي ممكن يهرب جوه المصل، ممكن يهرب بره المصل، تمام؟ واحنا زي ما احنا قلنا ايه فايده ان احنا بنكسر بواسطه الفوسفيت؟ بيطلع لي اي تي بي زياده في الجلايكوليسيس، وبيخلي الجلوكوز 6 فوسفيت اللي باقي عندي ده يخليه انه قاعد جوه المصل ما يهربش من ايه؟ ما يهربش منها، تمام؟ طب ايه هي الريجوليشن بتاعت الايه؟ الجلوكو اللي هي بتاعت الايه؟ الجلايكوجين لايسيس. قال لك ان انا عندي قبل، احنا قلنا قبل ما نبدا اي ريجوليشن بنعمل ايه؟ اول حاجه واحنا مغمضين بنقول مين هو القائد، مين البيس ميكر بتاع التفاعل ده؟ اول انزيم ايريفرسبل مين هو؟ جلايكوجين فوسفوريليز، هو الكوميت ستيب، هو الريت ليمتنج انزيم. طب انا بقى عايز اعرف الريجوليشن بتاعت الجلايكوجينيسيس، جلايكوجين لايسيس. شوف يا جماعه اعكسوا، فاكرين اللي احنا لسه قلناه من شويه لما احنا بننتج عندنا عمليه انتاج الجلايكوجين؟ احنا هنعكس كل حاجه بالتفصيل، تمام؟ يعني ده بدل ما كان التاني بيكون اكتف بالانسولين، قال لك لا ده هيكون ان اكتف، وهيكون ده اكتف. ليه؟ لان ده بيكون اثناء عمليه الايه؟ الفاستنج، فالفاستنج هيتفرز عندي ايه؟ هيتفرز عندي الانتي انسولين. مين الانتي انسولين؟ نور ادرينالين، وادرينالين ده في الليفر والمصل، وجلوكاجون في الليفر ايه؟ في الليفر بس،
تمام، وده هيخليهم بيكونوا اكتف، وهي هم ايه، وهم فوسفوريليت. طب ايه هي الحاجات اللي هتعمل اكتيفيشن ليها؟ الاي ام بي، تمام. يعني انا الخليه عندي لو موجود عندي اي ام بي، قال لك الاي ام بي ده بيكون موجود ده في الماسل، تمام. يعني انا معنى ان هو في موجود عندي اي ام بي في الماسل، يعني ده معناه ان الخليه مش موجود فيها ايه، مش موجود فيها طاقه، فانا بالتالي محتاج ان انا انتج طاقه. طب هنتج طاقه بواسطه ايه؟ بواسطه هكسر عندي جلايكوجين، فالجلايكوجين هيكسر ويطلع لي جلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز 6 فوسفيت مش هيعرف يهرب بره الماسل، فهيعمل ايه؟ فهو جاي متكسر لايه؟ متكسر ومطلع لي طاقه بواسطه الجلايكوليسيس، تمام. وقال لك كمان ايه كمان اللي ممكن يعمل اكتيفيشن؟ الكالسيوم، تمام. الكالسيوم اثناء العضلات لما انت بتعمل اكسرسايز وكده بيطلع عندك، بس عندك ريليز للكالسيوم. قال لك ان الكالسيوم ده بطريقه غير مباشره في المسل والليفر بيقوم جاي محفز عندي برضو العمليه بتاعت الايه، بتاعت الجلايكوليسيس، بتاعت يا رب جلايكوليسيس ايه، جلايكوليسيس، عمليه التكسير بتاعت الايه، بتاعت الجلايكوليسيس، تمام. طب انا بالتالي عندي ايه كمان اللي ممكن يعمل لي انهبيتور ليها؟ ممكن يعمل لي عندي جلوكوز 6 فوسفيت. اشمعنى جلوكوز 6 فوسفيت؟ احنا عارفين ان جلوكوز 6 فوسفيت كان بيعمل اكتيفيشن لمين؟ للعمليه بناء الجلايكوجين، فبالتالي هو يعمل انهبيشن للعمليه بتاعه تكسير الجلايكوجين. وايه كمان اللي ممكن يعمل؟ اللي هو الاي تي بي، لان انا لو زايد عندي الاثنين دول في الخليه يبقى ده معناه ان الخليه مش محتاجه عندي الايه، لطاقه من الاساس، تمام. طيب قال لك بقى اخر حاجه عندنا كده، احنا خلصنا الريجوليشن، يعني الريجوليشن تقريبا بتاعه تي عكس الثانيه، تمام. عندنا بقى في سؤالين يعني مهمين جدا دول عشان الام سي كيو، تمام، فانت حاولوا تربطوه. بص، قال لك ايه هي الامراض اللي ليها علاقه بالتخزين بتاع الجلايكوجين؟ قال لك اول مرض عندي اسمه فونجيركتيز، تمام. قال لك ان المرض ده بيكون نتيجه للايه، للديفيشنس بتاع انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، تمام. ده ما بيكونش موجود عندي في الايه، في الجسم بتاعي، تمام. طب انا المفروض احفظ ايه؟ انت هتحفظ الانزيم، اسم المرض واسم الحاجه الايه اللي ناقصه فيه. طب ايه المرض التاني؟ اسمه ايه؟ باكريتال سيندروم. طيب قال لك ده بيكون ماسل نايس في ايه؟ نايس في انزيم اسمه ماسل فوسفوريليز. طب انا هحفظ ازاي؟ احفظ واحد والتاني وما غير ذلك هو عكس، زي ما احنا كنا بنحفظ البولر بس وما غير ذلك هو البولر، فاحنا هنحفظ ايه؟ واحد منهم. مين اللي احنا هنحفظه؟ اللي هو ميركدل سيندروم. ميركدل اوله ام، فمين الانزيم اللي هيكون نايس فيه؟ اللي هو ماسل، يبقى ام مع ام، ام مع ام، ام مع ام، يبقى اكيد التاني هيكون ايه؟ هيكون الانزيم التاني اللي هو مش موجود فيه ايه؟ مش موجود فيه ماسل، تمام. ده مهم عندي ايه، اكتب جنبها كده ام سي كيو، ده هيجي لك يعني دايما. شوف انتوا تقريبا عندكم في الكربوهيدرات ميتابوليزم كلها سته بس امراض، سته امراض بس، سته ديزيز، فانت كلهم بيكونوا نتيجه نقص انزيم، فانت حاول هجمع لكم برده السته دول في الاخر، في اخره المحاضره دي، تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن موضوع تاني اسمه الفراكتوز ميتابوليزم، تمام. زي ما احنا خدنا معنى كلمة ميتابوليزم معناها ايه؟ معناها كاتابوليزم وانابوليزم، فاحنا هناخد ازاي نكسر الفراكتوز؟ بنكسره امتى؟ اول ما ناكله عندنا في الاكل نقوم جاي مكسرينه على طول. ليه؟ علشان احنا كنا بنقول ان احنا بنصنع منه جلوكوز. ليه؟ عشان ما فيش حاجة بتمشي عندنا في الدم غير ايه؟ غير جلوكوز. بس خلي بالكم احنا قلنا ان احنا عندنا في شوية فراكتوز بيحصل لهم اوكسيدايز، يعني ما بيتحولوش عندي الجلوكوز، كل الشجر بتحول عندي الجلوكوز مع شويه من الفركتوز بيحصل لهم ايه، اوكسيدايز، تمام. يبقى احنا هناخد ازاي نكسر عندي الفركتوز، وازاي نبني جلوكوز، هنبني وازاي نبني فركتوز، هنبني فركتوز منين؟ هنبني من جلوكوز، تمام. نمشي تاتا تاتا، تمام. قال لك اول حاجه عايزين نحول عندنا الفركتوز ده، هنحوله لفركتوز 1 فوسفيت. طيب نخمن كده، كنا بنجيب الفوسفيت منين؟ هنجيبها من اي تي بي، ويطلع عندنا اي دي بي. يبقى ده معنى طالما شفنا اي تي بي واي دي بي اسم الانزيم هيكون ايه؟ هيكون كاينيز، كاينيز، كاينيز. طب بيعمل ايه؟ بيضيف اي تي بي لمين؟ للفراكتوز، فيكون اسمه فراكتو كاينيز. وطالما شفنا عبله هنشوف مين؟ شوف عنتر. وطالما شفنا كاينيز هنشوف مين؟ هنشوف الاثنين اللي ماشيين دايما مع بعض اللي هو المغنيسيوم، تمام. هنشوف معنا الكو انزيم اللي اسمه المغنيسيوم. احنا اخر حاجه وصلنا ان احنا ايه؟ خدنا الفراكتوز فوسفيت ده، حصلنا عليه من واسطه ان احنا ايه، عملنا فوسفوريليشن للايه، الفراكتوز، تمام. قال لك بقى هناخد الفراكتوز 1 فوسفيت ده، هنقوم جايين اسمينه بواسطه انزيم اسمه الالدوليز. يا هو شبه الالدوليز اللي موجود عندي في الجلايكوليسيس؟ قال لك لا، ده الدوليز وده الدوليز تاني. التاني كان بيكسر فراكتوز 1 6 فوسفيت، ده يكسر فراكتوز 1 فوسفيت بس، تمام. فهو شبه التاني فسميناه ايه، الدوليز بي. الدوليز بي هو مش شبه الالدوليز التاني، ده اسمه الدوليز بي، تمام. قال لك ايه، انا دلوقتي كنت هناك في الجلايكوليسيس بعمل ايه؟ بكسر فركتوز 1 6 فوسفيت، كنت بكسرها لحاجتين، ذهب وده جليسرالدهايد 3 فوسفيت، تمام. طيب انا دلوقتي هدي الفوسفيت لذهب ولا هديها للجليسرالدهايد؟ عشان ما لخبطش اقول لك كلمه، انا دلوقتي لو شلت الفوسفيت من ذهب هيبقى اسمه ايه؟ ذهب،
هل هيتلو ذهب؟ لا. فانا ما ينفعش اشيل الذهب، اشيل البي من الذهب، لان انا لو شلت البي من الذهب مش هيبقى ذهب، تمام؟ فانا هقوم جاي عامل ايه؟ مدي الفوسفيت لمين؟ لذهب، تمام؟ فمين اللي هيزعل عندي؟ هيزعل عندي الجليسرايد. يبقى انا كسرت الفركتوز والفوسفيت، كسرت الايه؟ الذهب والجليسرايد، تمام؟ فهيجي الجليسرايد يقول لي اشمعنى؟ وعشان هو ذهب فضلته عليا وما اعرفش، ويقعد يتضايق ويصدعنا، تمام؟ فاحنا نقول له ايه يا عم؟ اهدى علينا شويه كده. احنا هنقوم جايين جايبين لك انزيم، ونقوم جايين حاطين لك انت كمان اي تي بي عشان نعدل ما بين الاثنين، تمام؟ هنقوم جايين محولين الجليسرايد هايد ده، محولينه لايه؟ الجليسرايد هايد 3 فوسفيت. هنعمل له ايه؟ هنعمل له فوسفوريليشن بواسطه ايه؟ اي تي بي. طب طالما شفنا اي تي بي هيكون اسمه الانزيم ايه؟ كاينيز. طب هيكون اسمه جليسرايد هايد كاينيز ولا ترايوز كاينيز؟ اسمه ترايوز كاينيز. اشمعنى سميناه ترايوز كاينيز؟ قال لك ان الانزيم ده، شوفوا الفركتوكاينيز ده ما بيعملش ما بيضيفش عندي فوسفيت غير بس الفركتوز، يعني ما بيشتغلش غير على الفركتوز. قال لك ده بقى انزيم مش سبيسيفيك، ما هوش بس بيشتغل على الجليسرالدهايد، ده بيشتغل على اي ترايوز. يعني انت لو جبته الذهب، ذهب عنده كام كربون؟ عنده 3 كربون، تمام؟ هيقوم جاي حاطط له ايه؟ هيقوم جاي حاطط له فوسفيت عادي، ممكن يحط ده عادي، ممكن يحط اي مركب عنده 3 كربون يحط له فوسفيت، لانه مش سبيسيفيك بس للجليسرالدهايد. عشان كده سميناه ايه؟ ترايوز كاينيز. هيعمل ايه؟ هضيف عندي اي تي بي، يوم جاي ياخد الاي تي بي يحولها لاي تي بي، واخد عندي فوسفيت مديها للجليسرولدهايد. وطالما شفنا كاينيز، طالما شفنا عنتر، هنشوف عندنا مين؟ عبله. طالما شفنا كاينيز، هنشوف عندنا مين؟ المغنيسيوم، تمام؟ طيب انا دلوقتي هنكمل بقى نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها في الجلايكوليز. هنجيب ذهب ده نحوله عندي لايه؟ نحوله عندي للجليسرولدهايد 3 فوسفيت بواسطة انزيم اسمه ايه؟ فوسفوترايوز ايزومريز. وهنقعد بقى نمشي عكس الخطوات بالظبط بقى. انا اخد الجسر دهيت 3 فوسفيت ده، نقعد نمشي 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 لحد اما نحوله عندي لايه؟ لجلوكوز، او احول عندي اي حاجه، تمام؟ استخدمه واكمل بقى الخطوات بالعكس، اللي هي جلوكوليجنس اتين نبدي بقى جلوكوز، تمام؟ احنا كده خدنا الطريقه ان احنا نحول فركتوز لجلوكوز، او نحول او نصنع منه مركبات ثانيه. تعالوا بقى ناخد الطريقه ازاي نصنع عندي جلوكوز، بصنع عندي فركتوز من ايه؟ من جلوكوز. طب الباسوي ده بيسموه ايه؟ بيسموه بوليول باسوي. هو كاتبينها عندكم كده بخط صغير، بس في الامتحان بيجي لكم بخط كبير وبتتفاجئوا بيها، تمام؟ فانت خلي بالك. يبقى دي اسمها ايه؟ بوليول باسوي. بوليول باسوي يعني ايه؟ يعني ان احنا بنصنع عندنا فركتوز، فري فركتوز بنصنعها عندي من ايه؟ من جلوكوز، تمام؟ طب يعني ايه هي الخطوات بتاعتي؟ قال لك ان انا هقوم جاي جايب جلوكوز، تمام؟ هقوم جاي عامل ايه؟ عشان احول الجلوكوز، اقوم جاي محول الجلوكوز لسوربيتول. هحوله لسوربيتول بواسطه ايه يا جماعه؟ قال لك ان انا هعمل له ريدكشن. يعني ايه؟ يعني هحط التفاعل 2 اتش. طب ال 2 اتش دي محتاج هيدروجين دونر، مين اللي هيتبرع لي بال 2 اتش؟ اللي هو ناد بي اتش بلس اتش، تمام؟ ناد بي اتش، خلي بالك ممكن في الامتحان يجي بالك ايه ناد؟ ناد بس، يا ناد بي اتش بلس اتش، تمام؟ وهقوم جاي مطلع عندي ناد بي، تمام؟ طب الانزيم اللي عمل الحركه دي مين؟ قال لك اسمه الدو ليز بي. اسمه ايه؟ الدو ليز بي. الدو عشان ده الدهايد، تمام؟ الدو اسمه معلش عشان ده اسمه الدوز ريدكتيز. الدوز ريدكتيز لانه عمل عندي ايه؟ عمل عندي ريدكشن، ضاف عندي 2 اتش، تمام؟ طيب حول عندي الجلوكوز عندي الايه؟ بسوربيتول. قال لك ان السوربيتول ده عشان احوله عندي لفركتوز هيحصل ايه؟ هقوم جاي عامل ايه؟ شايل من عنده اتشين. استنى، انا ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ ايه الذكاء اللي انا عملته ده؟ انا دخلت اتشين وطلعتهم كام مره. اشمعنى السوربيتول ما تحولش عندي الجلوكوز؟ اشمعنى تحول عندي الفركتوز؟ تعالوا نشوف الانزيم اللي عمل كده الاول، وبعد كده نكشف السر بتاعه، ايه اللي حصل عندي، ايه اللي حصل في النص كده، تمام؟ قال لك ان الانزيم اللي هيشيل عندي هيدروجين من التفاعل هيكون اسمه ايه؟ دي هيدروجينيز. وطالما هيشيلها من السوربيتول هيكون اسمه سوربيتول دي هيدروجينيز. طيب انا اقول لك كلمه، انت ممكن تكون شلت الموبايل زي ما انا قلت لك، ممكن تكون شلت الموبايل من جيبك اليمين حطيته في جيبك الشمال، فهو المكان بيكون مختلف. بص يا جماعه، ادي هو ده الشكل بتاع الايه؟ ده المركب الكيميائي اللي انت كنت حاطه في الكربوهيدرات كيمستري، هو دي الجلوكوز اهو، ده الشكل بتاع الجلوكوز، تمام؟ بصوا عنده هنا ايه؟ او فوق، تمام؟ واهو او دبليو ده اهي، بصوا اهي في الكربون نمبر 1، تمام؟ بصوا بقى لما احنا رحنا جايين حاطين الاتش، حطينا الاتش فين؟ بصوا حطيناها فوق، تمام؟ طب لما جينا شلنا الاتش شلناها منين؟ شلناها من هنا. لما جينا نشيل اتش شلناها من هنا، شوفوا فتكون عندي ايه؟ فتكون عندي فراكتوز، فتكون عندي ايه؟ فراكتوز. شايفين؟ احنا شلنا الاتش من مكان وحطيناها في مكان تاني، حطيناها في مكان تاني، يعني شلنا الاتش اول، حطينا الاتش اول مره حطيناها على ايه؟ على كربون نمبر 1، تمام؟ ولما رجعنا الاتش كمان مره شلناها، شلناها من كربون نمبر 2. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا الاتش اول مره حطيناها على كربون نمبر 1، ولما شلناها شلناها من كربون نمبر ايه؟
2. طب انا عايز افهم حاجه، بصوا اختصار الجمله دي خلي بالكم احفظوا الجمله دي بالظبط، يبقى بول يلبس وي اسمها ايه؟ نات بنات، نات بنات ازاي؟ نات بي ولاد، يبقى انا بستخدم الكوين زي ما بستخدمهم نات بي واستخدم عندي ايه؟ نات. كده احنا استخدمنا الطريقتين، كده احنا حولنا الفركتوز، حولنا الجلوكوز، وحولنا الجلوكوز عند الايه؟ فركتوز. على حسب بقى ما جسمي محتاج، لو جسمي محتاج عندي فركتوز كتير في الحاله دي هصنع فركتوز، لو محتاج جلوكوز كتير هصنع عندي ايه؟ جلوكوز. تمام. قال لك بقى في حاجه عندي اسمها ميتابوليك امبورن ايرور، يعني ايه؟ يعني احيانا في اطفال بيتولدوا بيكون عندهم حاجه وراثيه ان هم عندهم نقص في انزيم من الانزيمات اللي احنا محتاجينها ديت. يعني مثلا في ناس بتتولد ما عندهاش الفراكتوكاينيز، فراكتوكاينيز، فبيكون عندهم مرض اسمه ايه؟ اسينشال فراكتوزوريا. اسينشال فراكتوزوريا يعني ايه؟ يعني انا عنده، يعني هو عنده الفراكتوز ما بعرفش احوله عندي الجلوكوز، وانا الحاجه اللي في جسمي اللي ما بقدرش استفيد منها، او انا ما ينفعش امشي الفراكتوز عندي في الدم، فبالتالي هقوم جاي واخد شويه الفراكتوز دول عاملهم ايه؟ منزلهم عندي في اليورين، منزلهم عندي في اليورين. هو كل ما ياخد عنده فركتوز هينزله في الايه؟ في اليورين. ده نتيجه نقص انزيم اسمه ايه؟ فركتوز كاينيز. فركتوز كاينيز في الامتحان يقول لك ايه؟ اسينشال فركتوزوريا ديو تو، نتيجه لايه؟ للنقص بتاع انزيم ايه؟ تقوم جاي وحاطط لك من ضمن الخيارات خمس ست انزيم، يعني ممكن يقول لك الدوليز بي ما اعرفش ايه، تقوم انت جاي له فركتو كاينيز. فركتو كاينيز افتكر اسينشال يعني حاجه اساسيه، يبقى اكيد الانزيم الاساسي اللي هو البيس ميكر الرئيس بتاعنا اول انزيم عندي هو فركتو كاينيز. تمام. وقال لك ان هي ايه؟ قال لك ان الحاجه دي بتكون الاعراض بتاعتها مش واضحه. ليه؟ انه هو يعتبر ايه؟ يعني كان فركتوز راح جاي منزله في الجلد، يعني مش باين عليه اثار مرضيه ولا بتظهر له حاجه. تمام. طيب قال لك ايه كمان المرض اللي ممكن يكون بيتسبب عندي؟ قال لك ان انا عندي برضو مرض اسمه ايه؟ هيرديتري فراكتورز انتيرنس، ده بيكون نتيجه نقص ايه؟ الدوليز بي. شوفوا انت احفظ الانزيم الاسم المرض والانزيم الناقص، اسم المرض والانزيم اللي ناقص. تمام. يبقى هيرتيتري فركتوز انترنس دي بتكون نتيجه نقص الدوليز بي. تمام. طيب هجمع لكم كل الامراض زي ما انا قلت لكم في الاخر ان شاء الله. تمام. احنا كده اتكلمنا عن الفركتوز ميتابوليزم، تعالوا بقى نتكلم عن اخر نوع عندنا، نتكلم عن مين؟ عن الجلاكتوز ميتابوليزم. تمام. قبل ما نتكلم عندنا عن البصوية هنتكلم اول حاجه احنا بنجيب الجلاكتوز ده منين؟ قال لك اول سورس عندنا بنجيب الجلاكتوز عندنا من حاجه اسمها اللاكتوز. اللاكتوز ده احنا عارفين ان هو عباره عن دايسكرايب بيتكون عندي من جلوكوز وجلاكتوز ماسكين مع بعض برابطه اسمها بيتا جلاكتوزيديك بوند. طيب اول ما بيخش عندي اللاكتوز ده بيخش عندي بجيبه منين اصلا؟ ايه هي السورس بتاعت اللاكتوز؟ قال لك بجيبه مثلا من الملك، من اللبن او من الملك برودكت مثلا جبنه زبادي، كل الحاجات دي مشتقات الايه؟ الالبان. تمام. طيب قال لك ان انا اول ما بخش عندي اللاكتوز عندي في الجسم يوم جاي متكسر عندي بواسطه انزيم اسمه ايه؟ اسمه اللاكتيز انزيم، او الاسم الثاني ليه اسمه بيتا جالاكتوزايديز. ليه؟ لانه بيكسر البيتا جالاكتوزيديك بون. تمام. ده بيتكسر عندي فين؟ في الانتستينال ميكوزا، بيتكسر عندي في الايه؟ في الانتستين. تمام. طيب يبقى ده اول سورس عندي ان انا بحصل على الجالاكتوز، بحصل عليه من التكسير بتاع اللاكتوز. تمام. طيب نكمل، ايه هو المصدر الثاني كمان؟ قال لك ان انا ممكن اجيبه من اللايزومال ديجريديشن اوف كومبلكس كاربوهيدرات. ما فهمتش حاجه. بصوا يا جماعه، زي ما احنا خدنا ان احنا عندنا الخليه اللي ما بتشتغلش عندنا في الجسم عاطله عن العمل بنكسرها، مين اللي بيكسرها عندي؟ اللايزوسوم. فهياخد الخليه ديت، احنا عارفين ان الخليه بتتكون عندي من اجزاء كتير، سايتوبلازم وسيل ميمبرين ونيوكلاس. قال لك ان انا لما بكسر عندي السيل ميمبرين زي ما انتم خدتوا مكونات السيل ميمبرين بيكون موجود عنده حاجه اسمها جلايكوبروتين وجلايكوليبيد، هما الاثنين دول بيكون عباره عن ايه؟ كومبلكس كربوهيدرات. يعني ايه كومبلكس كربوهيدرات؟ يعني كربوهيدرات ماسكه في مجموعه ثانيه، لو ماسكه في بروتين هيبقى اسمها جلايكوبروتين، لو ماسكه في مجموعه ثانيه والمجموعه الثانيه دي ليبت هيسميها جلايكوليبيد. تمام. فممكن ايه؟ لما اللايزوسوم يكسر الخليه ويكسر كمان السيل ميمبرين بتاعها هيخليها ايه؟ عباره عن جزيئات بسيطه. الجزيئات البسيطه مثلا هتكون جلاكتوز وجلوكوز ومعرفش ايه، فهيكون من ده يعتبر سورس ثاني عندي للايه؟ للجلاكتوز. قال لك كمان ممكن احصل عليه برده من الخلايا ذات نفسها بتاعت الايه؟ بتاعت الجسم. تمام. طيب هنتخطى موضوع الجلاكتوسيميا ده، هنستنى عليه شويه ونخش على طول على الايه؟ على الباس واي بتاعه. تمام. بصوا الباس واي بتاعكم موجود كده بالشكل ده بالكتاب. تمام. بس مش مكتوب كلمه ليفر ولا تيشو، هو موجود بالشكل ده كده بالظبط. تمام. مش هتفهموا منه حاجه. ليه؟ لانه يعني مختصر اكتر من خطوه خطوه. هنحاول نفصص الايه؟ نفصص الباس واي. هناخد اول حاجه الجزء اللي موجود في الليفر، وبعد كده هناخد الجزء اللي بيحصل عندي فين؟ في التيشو. تمام. احنا لسه واخدين من شويه خدنا عمليه الجلايكوجين، عمليه بتاعه انتاج الجلايكوجين وعمليه بتاعه تكسير الجلايكوجين، فاحنا هنحتاجها في العمليه دي. بص قال لك اول حاجه انا اول ما باكل عندي الايه؟ الجلاكتوز في الاكل. تمام. كلت عندي جلاكتوز، كلت اكل موجود فيه جلاكتوز دلوقتي،
فالجلاكتوز دخل عندي اهوت من الفم وبعد كده قعد ينزل نزل عندي للانتستين وبعد كده بعد ما خلص الانتستين راح عندي على الايه على الليفر. تمام، الليفر ده يعتبر المحطه قبل الاخيره قبل دخول الايه قبل ما هيخش عند الدم، يروح من الليفر يخش الدم. المواد لما بتحب تخش الدم بتخش عندي منين؟ من الليفر، المصنع بتاعي. تمام، قال لك ان انا رحت جاي واخد الجلاكتوز لما خش عند الليفر راح جاي متحول عندي لجلاكتوز 1 فوسفيت، اتحول عندي لجلاكتوز 1 فوسفيت. طيب انا عايز افكركم بحاجه بس قديمه قبل ما نكمل في الباسوي بتاعنا. تمام، كنا احنا بنقول ايه في اول محاضره خالص؟ كنا احنا بنقول ان احنا ما ينفعش يكون عندنا شوجر موجود في البلد غير لازم يكون جلوكوز. فانا اول عمليه عندي لازم احول الجلاكتوز ده، احول الجلاكتوز اللي عندي ده احوله لايه؟ لجلوكوز عشان يقدر يمشي في الدم. تمام، فانت يعني من اغرب الحاجات اللي بتحصل ايه؟ بص يا جماعه، من عظمه ربنا سبحانه وتعالى ان ما خلكش ابدا تعتمد على نفسك في الحاجات اللي فيها حياه. يعني مثلا الميه ما خلهاش تبقى في ايد حد، خلى مثلا الهواء ما يبقاش في ايد حد، يعني ما خلكش الهواء ده حد لازم تدفع فلوس عشان تتنفس. تمام، طيب عشان كده ربنا خلى الحاجات اللي فيها حياه اللي تتحكم بروح الانسان ما خلهاش في ايد حد. انت متخيل دلوقتي مثلا لو ست حامل وعلشان تعرف ترضع لازم تاخد تاكل لبن وزبادي وما اعرفش ايه، زي مثلا الناس دلوقتي ما بتعمل، يعني واحده حامل او مثلا بترضع يقوم جاي مدينها زبادي ولبن وحليب وما اعرفش اي حاجات ليها علاقات عشان تكون غنيه بالايه بالجلاكتوز علشان تقدر تخليها ايه ترضع. تمام، تخيل كل اللي بيعملوه ده ملوش اي ستيل لازمه. ليه؟ لانه هيقوم جاي واخد جلاكتوز في الاكل والجلاكتوز الاند هيحصل له في الاخر هيحصل له ايه؟ هيقوم جاي متكسر ومتحول عندي لايه؟ لجلوكوز علشان يعرف يمشي في الدم. يعني انت متخيل ان انا بحول الجلوكوز كل كميه الجلاكتوز الكبيره اللي انا خدتها من الجبنه واللبن وما اعرفش ايه كل دي حولتها عندي الجلوكوز، وبعد كده انا خدت الجلوكوز ده اصرفه على دماغي، لو ست بترضع هصنع منه جلاكتوز، لو ما اعرفش ايه هيصنع منه فركتوز، لو ما اعرفش ايه هصنع منه مثلا طاقه، هصنع منه حاجه. فانا الجلوكوز ده بالنسبه لي كماده خام بصنع منها اللي انا عايزه. تخيل بقى لو كان لازم انك تاخد لبن او زبادي، لازم اي واحده بترضع او بتعمل لازم تاخد الحاجه دي، فربنا ما خلاش الحاجه دي. ممكن لو هي خدت حاجه فيها سكر تحصل منها على جلوكوز، والجلوكوز ده نحوله عندنا الجلاكتوز لو احنا ايه لو احنا محتاجين. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان من عظمه ربنا ان ما خلناش نتحكم في الحاجه، كل حاجه تتحول عندي لجلوكوز والجلوكوز ده هتصرف فيه على دماغي. تمام، على حسب ما جسمي محتاج. تمام، طيب يبقى احنا اول خطوه قلنا ايه؟ هنحول الجلاكتوز، هنحوله اول حاجه اول خطوه هنعمله فوسفوريليشن. كل اي مونوسكرايد اي مونوسكرايد في البصوي بتاعه اول حاجه بنعمله فوسفوريليشن، يعني الجلوكوز عملناه فوسفوريليشن بهيكسوكينيز او جلوكينيز، الفركتوز عملناه بفركتوكينيز عملناه فوسفوريليشن، برده الجلاكتوز هنعمل نفس الخطوه هنعمله برده فوسفوريليشن بواسطه انزيم اسمه جلاكتوكينيز. تمام، هيعمل ايه؟ هيعمل فوسفوليشن، هيدخل اي تي بي ويطلعها اي دي بي ويتحول عند الجلاكتوز، يتحول عند الجلاكتوز 1 فوسفيت. تمام، فالجلاكتوز 1 فوسفيت يقابل واحد في الشارع كده، هو ماشي كده رايح لسه قاعد ماشي في الكبد، راح جاي مقابل ماده ثانيه، قال له الماده اللي قابلها دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها يو دي بي جلوكوز. الماده دي كانت عباره عن واحد بصاب. تمام، راح جاي اليو دي بي جلوكوز ده راح جاي قايل للجلاكتوز 1 فوسفيت، قال له ده اليو دي بي اجمل بكتير من الفوسفيت، ده هي عندها 2 فوسفيت، ايه رايك نبدل؟ الجلاكتوز حس ان هو اللي كسبان من الصفقه ديت، فراح جاي خلاص موافق نبدل. فراح جاي اليو دي بي جلوكوز عامل ايه؟ راح جاي الجلوكوز واخد ال1 فوسفيت وراح جاي الجلاكتوز هو اللي واخد اليو دي بي، فتحول عندي الايه؟ بدل ما كان شوفوا بدل الجلاكتوز بدله مكان الجلوكوز، فتحول عندي اليو دي بي جلاكتوز والجلوكوز بقى اسمه ايه؟ جلوكوز 1 فوسفيت. تمام؟ بس الجلوكوز ما سكتش على كده، احنا عارفين الجلوكوز ده ايه؟ نصاب. تمام؟ ما هو مش هيبدل، مش هيدي الجلاكتوز ال2 فوسفيت علشان نور عيونه. راح جاي خدعه، راح جايب الحركه اللي حصلت ديت حركه التبديل حصلت عندي بواسطه انزيم اسمه ايه؟ جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز. يوريدايل ترانسفيريز يعني نقل عند الجلاكتوز وداه ايه؟ لليوريدايل، وداه للايه؟ لليو دي بي. تمام؟ هو ده اللي عمل اول حركه. فبعدين الجلاكتوز والجلوكوز 1 فوسفيت ما سكتش على الحركه ديت، يعني احنا عارفين هو نصاب ما ادالوش الحاجه دي لنور عيونه زي ما احنا قلنا. راح جاي عامل ايه؟ اول ما الجلاكتوز راح جاي فرحان قاعد دلوقتي فرحان انا كسبت في الصفقه وخدت اليو دي بي، راح جاي انزيم تاني اسمه يو دي بي جلاكتوز 4 ايبيميريز، راح جاي محول اليو دي بي جلاكتوز حوله اليو دي بي جلوكوز. احنا عارفين ان الجلوكوز والجلاكتوز هما الاثنين ايبيمر، وايبيمر عند الكربون نمبر كام؟ نمبر 4. تمام، راح جاي اليو دي بي جلاكتوز 4 ايبيميريز راح جاي محول اليو دي بي جلاكتوز حولها عندي اليو دي بي جلوكوز. فبقى موجود عندي حاجتين دلوقتي، موجود عندي جلوكوز 1 فوسفيت وموجود عندي يو دي بي جلوكوز، ومين اللي خسر في الحاله ديت؟ الجلاكتوز. احنا ضحكنا على الجلوكوز. تمام، طب هنعمل ايه باليو دي بي جلوكوز؟ سمعنا فين على اليو دي بي جلوكوز؟ احنا لسه قلنا يا جدعان من 10 دقايق ولا من ربع ساعه، اليو دي بي جلوكوز دي بنستخدمها علشان العمليه بتاعه التصنيع بتاعه الجلايكوجين، يعني احنا هنعمل عمليه جلايكوجينيسيس هنصنع عندنا ايه؟ جلايكوجين. ده كله لسه واحنا لسه جوه الليفر، هنصنع عندنا ايه؟ جلايكوجين جوه الليفر.
وفي نفس الوقت بعد ما احنا هنصنع جلايكوجين هنقوم جايين ايه مخزنينه، يعني احنا اي جلاكتوز بناخده عندنا في الجسم بنقوم جايين محوله عند اليو دي بي جلوكوز وهنقوم جايين مخزنينه. احنا دلوقتي في فتره ايه فيدنج قاعدين ناكل تمام، فحولناه لجلايكوجين. في الوقت اللي انا هحتاج فيه جلاكتوز هيحصل لي ايه بقى؟ قال لك ان انا هقوم جاي اخد الجلايكوجين ده مكسره تمام، هكسره لايه؟ هكسره، احنا عارفين انه في الليفر هيكون الاند برودكت هكسره وسط الجلايكوجينايسس، واخر ناتج هينتج عندي ايه؟ هيكون جلوكوز. مش انت كنت قلت لنا جلوكوز 1 فوسفيت؟ ايوه هنقوم جايين عاملين جلوكوز 1 فوسفيت وهنقعد نحول لحد ما يطلع عندي فري جلوكوز. هنمشي بقى جلايكوجينيسس، هنمشي جلوكونيوجينيسس لحد ما يتحول عندي ايه؟ لحد ما يتحول عندي جلوكوز تمام. الجلوكوز ده احنا عارفين ان هو فري، طالما هو فري يقدر يطلع من الايه من الليفر، يقدر يطلع الدم بقى دلوقتي. يعني هو طالما هو جلوكوز واقف لوحده يقدر يهرب من الليفر، مش احنا عارفين مفيش حاجه بتمشي في الدم غير الجلوكوز، هيقوم جاي الجلوكوزه دي هربانه من الايه من الليفر وتقوم جايه طالعه في الدم، ماشيه في الدم وتقوم جايه رايحه فين؟ رايحه عندي فين؟ المكان مثلا انا دلوقتي لو واحده مثلا بترطب، فبالتالي هي محتاجه ان هي تصنع جلاكتوز، فيقوم جاي رايح للتيشو، بتروح لللاكتنج ايه؟ يروح للخلايا بتاعه البريست تمام، يقوم جاي رايح لها تمام، ويتحول عندي في البريست في الانسجه، يتحول عندي لايه؟ يتحول عندي لجلوكوز 6 فوسفيت بواسطه ايه؟ هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز، يعني الجلوكوز اللي هرب من الليفر هيقوم جاي رايح للتيشو ومتحول عندي لايه؟ لجلوكوز 6 فوسفيت. والجلوكوز 6 فوسفيت بواسطه الميوتيز هيتحول عندي لجلوكوز 1 فوسفيت تمام. ده اللي بيحصل فين؟ ده اللي بيحصل في الليبر، وبعد كده رحت جاي هربان عند التيشو. يبقى انا عملت ايه في الجلاكتوز؟ اول حاجه رحت جاي شحنه بواسطه مين؟ جلاكتوكاينيز تمام، حولت الجلاكتوز 1 فوسفيت. جلاكتوز 1 فوسفيت راح جاي مقابل واحد ايه؟ شخص شرير تمام، شخص نصاب. عمل ايه؟ قال له ما تيجي نبدل. الجلاكتوز طمع، قال انا هاخد اللي عنده 2 فوسفيت، راح جاي مبدل هو اليو دي بي جلوكوز. اليو دي بي جلوكوز الجلوكوز خدت اللي هو الفوسفيت، هتحول عندي الجلوكوز 1 فوسفيت، والجلاكتوز خدت اليو دي بي فتحول عندي اليو دي بي جلاكتوز. راح جاي الراجل النصاب ماسك كيتش، راح جاي عامل ايه؟ ده كله حصل بسيط، انزيم اسمه جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز تمام. طيب راح جاي الجلوكوز النصاب ما سكتش، راح جاي عامل ايه؟ راح جاي قايل ايه ده؟ ده انت هو انت فاكرني هسيبك؟ ده راح جاي بعد كده راح جاي ضحك عليه، قال له احنا الاثنين ابر ابيمر، هنتحول لبعض. يقوم جاي محول بواسطه يو دي بي جلاكتوز فور ابيميريز، هيقوم جاي محول اليو دي بي جلاكتوز ليو دي بي ايه؟ جلوكوز. اليو دي بي جلوكوز ده هنصنع منه ايه؟ هنصنع منه جلايكوجين بواسطه عمليه اسمها لسه قلتلها من شويه اسمها ايه؟ جلايكوجينيسيس تمام. هنقوم جايين واخدين الجلايكوجينيس، واخدين الجلايكوجين ده ناخده نخزنه عندنا لحد ما احنا في الوقت ده نحتاج مثلا جلاكتوز مره ثانيه، تبدا عندنا العمليه بتاعت بناء الايه؟ الجلاكتوز. هنقوم جايين مكسرين عندنا شويه جلايكوجين، نقوم جايين مطلعينهم محولين عاملين ايه؟ مصنعين عندنا اخر حاجه عندنا صنعنا عندنا ايه؟ جلوكوز. بعد ما كسرنا الجلايكوجين واحنا جايين واخدين الجلوكوز اللي احنا طلعناها ديه، وراح جايه ماشيه في البلد، مشيت في البلد راحت فين؟ قعدت تمشي 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 تروح للمكان اللي احنا محتاجين فيه جلاكتوز، مثلا فين؟ في البريست تمام. راح جايه رايحه هناك متحوله في البريست في الانسجه بتاعه البريست في التيشو هناك، راح جايه متحوله لجلوكوز 6 فوسفيت بواسطه هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز. بعد كده بالميوتيز اتحولت عندي الجلوكوز 1 فوسفيت. طب الجلوكوز 1 فوسفيت دي هتعمل ايه؟ قال لك ان هي هتقوم جايه رايحه بواسطه انزيم اسمه يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريليز اللي احنا حفظناه، بيعمل ايه؟ بيدخل يو تي بي ويطلع 2 فوسفيت، هيتحول عندي ليو دي بي جلوكوز. نرجع يو دي بي جلوكوز، احنا عملنا ليه اللفه الطويله دي؟ عشان نعرف نهرب من الليفر، عشان نعرف نهرب من الليفر ونروح التشو. واحنا في التشو هنقوم جايين محولينه ليو دي بي ايه؟ يو دي بي جلوكوز. اليو دي بي جلوكوز بقى هنقوم جايين عاملين في ايه؟ بواسطه نفس الانزيم اللي كان حوله من يو دي بي جلوكوز ليو دي بي جلاكتوز، انقلب السحر على الساحر، راح جاي محول عند اليو دي بي جلوكوز حوله عند اليو دي بي جلاكتوز بواسطه نفس الانزيم يو دي بي جلاكتوز 4 ابيميريز تمام. هيقوم جاي محوله عند الايه؟ اليو دي بي جلاكتوز تمام. واقوم جاي واخد الجلاكتوز دي شايل منها اليو دي بي، مطلع اليو دي بي بره، واقوم جاي واخد الجلاكتوز ده مستخدمه، هستخدمه في ايه؟ ان انا اصنع لاكتوز. علشان ايه؟ علشان عمليه الرضاعه. صنع لاكتوز بواسطه ايه؟ هيقوم جاي عندي، بصوا هقوم جاي جايب الجلاكتوز اللي طلعت، شوف هقوم جاي عامل ايه؟ بص اهوت، رحت جاي مطلع عندي جلاكتوز اهوت جي ال اي جلاكتوز، عملت ايه؟ رحت جاي مطلع عندي يو دي بي، اهي طلعت يو دي بي من التفاعل اهي، شوف طلعت عندي يو دي بي تحول عندي الجلاكتوز. الجلاكتوز هيتحد مع جلوكوز ويقوموا جايين مكونين لي ايه؟ مكونين لي لاكتوز. يبقى انا خدت اللاكتوز في الاكل ورحت جاي مصنعه جوه جسمي، صنعت منه ايه؟ صنعت منه لاكتوز تمام، صنعت منه لاكتوز. اللاكتوز ده بقى هنستخدمه في الايه؟ في العمليه بتاعه الرضاعه تمام.
تعالوا بقى نقرا عندكم الباسوين اللي موجود عندكم في الكتاب كده. قال لك ان انت عندك الجلاكتوز هيتحول عند الجلاكتوز وينفذ فيه بواسطه انزيم اسمه ايه؟ جالاكتو كاينيز، هيدخل اي تي بي ويطلع اي دي بي. تمام، الجالاكتوز 1 فوسفيت هيقابل واحد نصاب اسمه ايه؟ يو دي بي جلوكوز. هيقول له ما تيجي نبدل، ده عندي 2 فوسفيت. يوم جاي الجالاكتوز فرحان يقول ده دي هتبقى صفقه زي الفل. يوم جاي الجالاكتوز رايح متحول عند اليو دي بي جالاكتوز، والجلوكوز هيبقى هيتحول عندي الجلوكوز 1 فوسفيت. الجلوكوز 1 فوسفيت دي هنعمل فيها ايه؟ هنركنها على جنب. الجلاكتوز مش هيلحق يتهنى ويفرح باليو دي بي، هيقوم جاي حاصل ايه؟ محولينه لجلوكوز. هنحوله ازاي؟ احنا لازم نلاقي رابطه ما بين ده وده. قال لك ان هما الاثنين عباره عن ايبيمرز. ايبيمرز عند الكربون نمبر كام؟ 4. فالانزيم اللي هيحوله ما يكون اسمه يو دي بي جلاكتوز 4 ايبيميريز، هيقوم جاي عامل عندي ايه؟ محاول عند اليو دي بي جلاكتوز، محولها عندي يو دي بي جلوكوز. ده كله حصل فين؟ في الليفر. هنقوم جايين واخدين اليو دي بي الجلوكوز دي مخزنينها، نقعد نخزنها نحولها على صوره ايج لايكوجين. بعد كده ناخد الجلايكوجين ده لما نحتاجه نقوم جايين مكسرينه، نقوم جايين مكسرين الجلايكوجين ده مصنعين منه ايه؟ نصنع منه جلوكوز، اي فري جلوكوز. الفري جلوكوز دي تعرف تهرب بره الليفر وتروح على البلاد، لان احنا عارفين ما فيش حاجه بتطلع بره غير لازم تكون جلوكوز، ما ينفعش حتى تكون جلوكوز 1 فوسفيت. تمام، لازم تكون جلوكوز لوحدها. هتقوم جايه هربانه ورايحه لفين؟ ورايحه للمكان اللي احنا محتاجين فيه تصنيع للايه؟ للجلاكتوز. تقوم جايه رايحه فين؟ رايحه للتيشو. في التيشو تعمل ايه؟ تقوم جايه متحوله بواسطه انزيم اسمه هيكسوكاينيز، هتقوم جايه متحوله لايه؟ لجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت هتتحول عند الجلوكوز 1 فوسفيت بواسطه انزيم اسمه الميوتيز. بواسطه انزيم اسمه الايه؟ الميوتيز. طيب الجلوكوز 1 فوسفيت دي هتتحول عند اليو دي بي جلوكوز. ده بيحصل عندي فين؟ في الانسجه بتاعت البريست. تمام، بواسطه انزيم اسمه يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريليز. تمام، هيعمل ايه؟ هيدخل يو تي بي ويقوم جاي مطلع 2 فوسفيت. تمام، يقوم جايين عاملين ينقلب السحر على السحر، وبواسطه نفس الانزيم اللي اسمه يو دي بي جلاكتوز 4 ايبيميريز هيقوم جاي محول عندي يو دي بي جلوكوز، يحولها عندي يو دي بي جلاكتوز. الجلاكتوز هتشيل من عنده اليو تي بي ونقوم جاي اليو دي بي، ونقوم جايين مصنعين منه ايه؟ جلاكتوز. الجلاكتوز هتتحد مع الجلوكوز ويكونوا لي لاكتوز. اللاكتوز هنستخدمه في العمليه بتاعت الايه؟ الرضاعه. تمام، اخر حاجه بقى نتكلم عنها النهارده، احنا كده خلصنا المنهج، قفلنا الكتاب بالكامل، ما بقاش بس غير نقاط الام سي كيو. شوفوا يا جماعه، لو انت دلوقتي عندك امتحان ام سي كيو، يعني عندك اند اوف مديول قريب، نصيحه مني، لو ما تابعتش ولا فيديو من اللي فاتوا، او عندك صاحب منك صاحب ليك ما تابعش ولا فيديو من اللي فاتوا، عايزك تشوف مثلا الربع ساعه دي، دي الربع ساعه بتاعت الام سي كيو دي الخلاصه بتاعت الامتحان. لو انت ذاكرت الخمس ست ورقات اضمن لك انها مثلا لو الكربوهيدرات ميتابوليزم جه عليها 10 اسئله انت هتجاوب 9 او هتجاوب مثلا 8، يعني هتجاوب الاغلب. تمام، ممكن في واحد منكم يذاكر المنهج كامل يقعد يعيد ويزيد ويعمل وما يعرفش يجاوب. تمام، فانت لازم تتابع الحاجه دي. تمام، بص يا جماعه، اسئله الام سي كيو بتيجي ازاي؟ انا هجيب لكم، مش هجيب لكم اسئله، ده انا هعمل لكم تجميع كده لاسئله الام سي كيو بالكامل. تمام، ان شاء الله مش مفوتين حاجه. بص يا جماعه، عندك اول حاجه قال لك ان اول حاجه يقوم جاي قال لك قولي مثلا مثال على اوكسيداتيف فوسفوريليشن. ايه هو الرياكشن اللي بيعمل اوكسيداتيف فوسفوريليشن؟ قال لك يا اما يسالك السؤال الجواب او الاجوبه او الخيارات اللي موجوده عندك هتكون يا اما نوعين. بص يا جماعه، اول نوع عندك يقوم جاي جايب لك النوع ده، يقوم جاي قايل لك مثلا يكون الجواب كده من سبستريت لسبستريت، يجيب لك الحاجه من مركب لمركب، يقول لك مثلا من جليسرالدهايد 3 فوسفيت لايه؟ ال 1 3 بيسفوسفوجليسريت، ويبقى هو ده الجواب الصح. او ممكن يقول لك ايه هو الانزيم اللي بيعمل اوكسيداتيف فوسفوريليشن، فيبقى الجواب جليسرالدهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. يبقى دي طريقه ودي طريقه. تمام، قبل ما نتكلم، بس معلش نسيت اشرح لكم يا ربي، قبل ما نتكلم عن ام سي كيو نسيت نشرح النقطه دي. قال لك ان انا عندي في مرض اسمه جالاكتوزيميا. الجالاكتوزيميا ده عباره عن ايه؟ ان الجالاكتوز هيتنه موجود عندي في الدم. ليه؟ انا المفروض حالة دي تعتبر حالة مرضية. ليه؟ لأن الجلاكتوز ما ينفعش يكون موجود عندي في الدم، لأن ما ينفعش يكون موجود عندي في الدم غير مين؟ غير جلوكوز. طب لو حصل عندي مشكلة والجلاكتوز بقى موجود عندي في الدم، إيه اللي هيحصل؟ أو إيه هي الأسباب في الأول، بعد كده نشوف إيه اللي هيحصل. تمام؟ قال لك أول حاجة ممكن يكون السبب اللي يحصل عندي إن أنا عندي في إنزيم من الإنزيمات اللي بتعمل الباسوي بتاع الجلاكتوز ميتابوليزم مش موجودة. أول إنزيم ممكن ما يكونش موجود اللي هو موست كومن. تمام؟ اللي هو مين؟ الجلوكوز 1 فوسفيت يورودايل جالاكتوز 1 فوسفيت يورودايل ترانسفيريز. ده ممكن ما يكونش موجود، اللي هو الانزيم اللي بيعمل ده. بصوا اهو، هو الجالاكتوز 1 فوسفيت يورودايل ترانسفيريز ده الموست كومن. تمام، يعني هو ممكن في الامتحان يقول لك مين هو الموست كومن، تقوم جاي له جلوكوز 1 فوسفيت يورودايل ترانسفيريز. او ممكن يقول لك ايه هو الانزيم اللي ناقص، قال لك ممكن يكون كمان ناقص عندي الجالاكتوكاينيز، او ممكن يكون ناقص عندي الفور اوبيوريز. تمام، بس مين الاهم؟ مين الاهم؟ مين الاهم من الموست كومن؟ اللي هو اللي دايما غالبا بيكون موجود، اللي غالبا بيكون ناقص، اللي هو الجالاكتوز 1 فوسفيت يورودايل ترانسفيريز.
طب ايه هي الحاجه اللي هتحصل لي؟ انا دلوقتي عندي الانزيمات دي ناقصه والجلاكتوز في الدم، انا عايز اعرف دلوقتي ايه مشكله ان الجلاكتوز يبقى في الدم، ايه مشكله ان يكون عندي الشوجر غير الجلوكوز في الدم؟ قال لك ان هي ممكن تعمل عندك ايه، تخلف عقلي. تمام، تخلف عقلي منتر ريتبتيشن. تمام، ممكن يحصل عندك دايريه اسهال، ممكن يحصل عندك كونتراكت. كونتراكت يعني ايه؟ يعني دم في العين. تمام، كل الحاجات ديت ممكن تاثر عندي ده لو الجلاكتوز في الدم. عشان كده احنا قلنا لكم ما ينفعش ناخد الجلاكتوز لوحده كده، نقوم جايين ماشيينه في الدم وعاملينه على طول. لو شوفوا لما مشى في الدم عمل ايه؟ عمل اكتر من حاجه. تمام، طيب قال لك كمان في ملاحظه مهمه، قال لك ان انت عندك الجلاكتوز والفركتوز هما الاثنين لما بيجي يخش الخليه ما بيعتمدوش على الايه؟ على الانسولين. تمام، تعالوا نكمل، معلش بقى يعني قطعناكم، نكمل بقى الفقره بتاعت الام سي كيو بتاعتنا. تمام، طيب قال لك كمان في الام سي كيو بتاعنا اللي احنا خدناه، ممكن يجيب لك سؤال يقول لك قول لي مثال على الاكسيداتيف كاربوكسيليشن، هتقوم جاي له مثلا من بايروفيت لاسيتيلكو. احنا عارفين ان هم كام؟ هم اربعه اللي موجودين عندنا في المنهج كله. واحد موجود عندنا في البايروفيت ميتابوليزم اللي هو في الاكسيداتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن، اللي هو من البايروفيت بنحوله لاسيتيلكو. ايه والانزيم اللي كان بيعمل كده اسمه ايه؟ بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. خلي بالك ممكن في الامتحان يقول لك قول لي سنجل انزيم، سنجل انزيم، فبالتالي يبقى مثلا بايروفيت لاسيتيلكو ايه ده غلط، لان ده كومبلكس يعني اكتر من انزيم. طب عندك ان هو ده برضو ده كومبلكس يعني ده اكتر من انزيم، فالحاجات ديت مش جاي. ممكن يجيب لك في الامتحان يقول لك انا عايز انزيم كومبلكس، عاوز اكشن كومبلكس. تمام، فانت ركز على الحاجه ديت. احنا عندنا اتنين سنجل واتنين ايه؟ اتنين كومبلكس. تمام، اللي هما الكومبلكس الاثنين اللي هو الفا كيتوجلوتاريت دي هيدروجينيز والبايروفيت دي هيدروجينيز، هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين كومبلكس. تمام، عندنا بقى اللي هما الاثنين لوحدهم اللي هو عندنا الايزوستريت دي هيدروجينيز والستة فوسفوجلوكون جلوكونيت دي هيدروجينيز، هما الاثنين دول عباره عن ايه؟ دول اوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن. تمام، وزي ما احنا قلنا ممكن يجيبها لك بطريقه من طريقتين، يا اما يطلب منك الانزيم يا اما يطلب منك الاكشن اللي عمله او التفاعل اللي هو من ده لده، من الفا كيتوجلوتاريت ساكسينايكل. انا اكتب لكم الاثنين. تمام، قال لك ممكن تجيب لك كمان سؤال في الامتحان يقول لي قول لي مثال على الديكاربوكسيليشن عند الفوسفوريليشن. مين اللي عندها بيعمل ديكاربوكسيليشن عند الفوسفوريليشن؟ لما بنيجي نحول ده في الجلوكونيوجينيسيس كنا بنعمل عندها دي في العمليه بتاعت الايه، لما بنحول عندنا من اوكسالو اسيتيت بنحوله لفوسفو انول بايروفيت، من اوكسالو اسيتيت لفوسفو انول بايروفيت. طب مين الانزيم اللي كان بيعمل كده؟ اللي هو كان اسمه فوسفو انول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. كاربوكسي كاينيز هو مش غالبا في الامتحان بيجيب لكم الايه التفاعل اللي فوق ده، تقول له من ده لده، ده اللي بيجيب لكم في خيارات. ليه؟ لانك ممكن تستنتج كاربوكسي يبقى ممكن يعمل دي كاربوكسيليشن، وكاينيز يعني بيعمل فوسفوريليشن. تمام، فهو غالبا بيجيب لك اللي هو باللون الاخضر ده. تمام، طب يقول لك قول لي مثلا مثال على الكربوكسيليشن، هتقول له مثلا من بايروفيت لاوكسالو اسيتيت. تمام، طب مين الانزيم اللي بيعمل كده؟ بايروفيت كربوكسيليز، غالبا بيجيب بس اللون الاخضر ده. تمام، طب قول لي مثلا مثال على ريدكشن اند دي فوسفوريليشن، هيكون لما احنا بنحول عندنا من 1 3 بس فوسفوجليسيريت لجليسرالدهايد 3 فوسفيت، هيجيني واحد ذكي يقول لي لا مش دي كانت اوكسيداتيف فوسفوريليشن، ما احنا لما دي في الجلايكوليز بتكون اوكسيداتيف فوسفوريليشن، لكن في الجلوكونيوجينيسيس بتكون بالعكس، والاثنين بيعملهم نفس الايه؟ نفس الانزيم. تمام، هو غالبا في الامتحان زي ما قلت لكم بيجيب لكم اللون الاخضر ده، الاتجاه بتاع التفاعل من ايه لايه؟ من ايه لايه؟ فروم تو، فروم تو. تمام، هو ده اللي بيجيبوه في الامتحان. تمام، فاحنا لو حولنا من 1 3 بس فوسفوجليسيريت للتاني، شوف احنا نعتبر شلنا فوسفيت عشان نحوله لثلاثه، لكن هنا نعتبر اضفنا فوسفيت عشان نحوله لايه؟ لثلاثه. تمام، كمان من انواع الاسئله اللي ممكن تيجي يقول لك قول لي مركب عنده هاي انرجي بوند. تمام، تقوم جاي هم عندنا في الكتاب يعني عندنا في الكربوهيدرات ميتابوليزم عندنا كام مركب عنده هاي انرجي بوند؟ هم ثلاثه، 1 3 بس فوسفوجليسيريت فوسفو انول بايروفيت ساكسينايل كوي، هم دول كلهم عندهم هاي انرجي بوند. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن يجيب لك ديزيزز، يوم جاي قايل لك مثلا مرض ويقول وتقول له اسم الانزيم اللي ناقص فيه، او يقول لك اسم الانزيم وانت تقول له اسم المرض. تمام، طيب عندك مثلا مرض اسمه فونجيك ديزيز ده ناقص فيه جلوكوز 6 فوسفاتيز، عندك ماركت اللي كنا بنقول ام مع ام ناقص فيه ماسيل فوسفوريليز، عندك اسينشال فراكتوزوريا ناقص فيها فراكتوكاينيز انزيم، طب عندك هيرديتري فراكتوز انتيرنس ده ناقص فيها مين؟ الدوليز بي. خلي بالك ممكن في الامتحان ما يجيبلكش كلمه الدوليز، بيجيب لك الدوليز بس، يعني لو مش موجود عندك في الخيارات غير كلمه الدوليز واحده بس فانت هتختارها. طب لو عندك الدوليز والدوليز بي هتختار الدوليز بي. تمام، عندك ايه كمان؟ عندك ممكن يسالك عن الجلاكتوسيميا، ركزوا معايا دي الجلاكتوسيميا يعني ايه؟ زي ما احنا لسه واخدينها من شويه كنا بنقول ان هي جلاكتوز في الدم. تمام، طب ده بيحصل خلل لايه؟ ممكن يسالك سؤال مين هو الموست كومن، هتقول جاي اللي هو الجلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز. ممكن يسالك سؤال في لف ودوران، يوم جاي قايل لك ايه؟ يعني يجيب لك اثنين في اثنين من الانزيمات دي موجود عندك في الخيارات، فهو عايزك تفكر في الوقت ده ليه؟ يعني يوم جاي جايب لك قايل لك ايه؟ قال لك ان انا جيت رحت جاي واخد منها واخد عينه في الدم، وراح جاي طالع لي في العينه دي ان موجوده عندي جلاكتوز
يو دي بي جالاكتوز كتير قوي. يو دي بي جالاكتوز مين الانزيم اللي كان بيحول اليو دي بي جالاكتوز ليو دي بي جلوكوز؟ يعني هو الفور ايبيميريز. فبالتالي مين الانزيم اللي هيكون بايظ عندي؟ هيكون الفور ايبيميريز. ممكن ما يلعبش خالص معاك ويوم جاي جايب لك واحد بس منهم في الامتحان فانت هتختار. تمام، فانت ركز لو هو جايب لك كيسز ولا حاجه. تمام، يا الكيسز بتاعتهم تافهه يعني نفس الكلام بس يعني عشان يربطها لك بالواقع. تمام، قال لك كمان من امثله الانزيمز اللي ممكن تيجي عندنا حاجه اسمها انديوسيبل انزيم. يعني ايه انديوسيبل انزيم؟ انزيمز بتتاثر بالاندكشن والريبريشن. يعني في حد بيروح للجين يقول للجين ده زود التصنيع بتاع الانزيم او نقص التصنيع بتاع الانزيم، زي ما احنا قلنا زي الهرمون، زي مين؟ زي الانسولين والجلوكاجون. تمام، طب ايه مين هي الانزيمز اللي بيحصل لها اندكشن وريبريشن؟ سهلين، شايف انت قدامك دلوقتي لما تيجي تبص كده تلاقي قدامك 8 انزيم. يوم ده انا اتخضيت، ده كتير قوي، انا احفظ كل ده ازاي؟ سهله جدا، اول 3 دول بتوع الجلايكوليسيس، كل بتوع الجلايكوليسيس ما عدا الجلوكوكاينيز، يعني هيكسوكاينيز وفوسفوفراكتوكاينيز وعندنا مين؟ البايروفيت كاينيز، دول كلهم بتوع مين؟ بتوع الجلايكوليسيس. تمام، او جلايكوليسيس. تمام، طيب واخر 4 دول بتوع الجلوكونيوجينيسيس، او جلوكوز 6 فوسفاتيز مكان الهيكسوكاينيز، وعندك الفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز ده بيكون مكان الفوسفوفراكتوكاينيز، وعندك الاثنين دول مكان البايروفيت ايه كاينيز، دول بتوع الجلوكونيوجينيسيس. انت بقى هتحفظ ايه؟ هتحفظ واحد بس اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، ده بس اللي انت هتحفظه. لكن الباقي هل هتحفظ فيهم حاجه؟ لا. تحفظ فيهم حاجه؟ لا، من اللي هتحفظه بس الايه اللي هو اللي في النص ده. تمام، وما غير ذلك هيبقى ايه؟ هيبقى غير مش انديوسبل انزايم. قال لك قول لي مثلا مثال على كوندنسنج انزايم. يعني كوندنسنج انزايم يعني ايه؟ يعني انزايم بيربط مادتين مع بعض. كان عندنا مين؟ هو ستريتسنسيس، كان بيعمل ايه؟ كان بيربط عندي اوكزالو اسيتيت واسيتايل كو اي. خلي بالك ممكن يجيب لك في الامتحان سنسيتيز وهيبقى جواب غلط. تمام، الجواب عندي سنسيز. تمام، فانت ما تلخبطش، ركز وانت بتقرا الكلمه. يوم جاي جايب لك الخيار رقم ايه؟ ستريت سنسيتيز رقم ايه؟ عشان يخليك تلخبط، فانت تبص على طول من فرحتك انك لقيت الاجابه تقوم جاي مختاره. لا، انت المفروض تقرا الاربع خيارات كلهم بعد كده ايه تقوم جاي مجاوب. ركزوا معايا يا جماعه، اقروا الاربع خيارات، نصيحه، حاولوا تقروا بسرعه، يعني ما تقعدش تقرا جلوكوز تقعد بالراحه على الاقل لك. لا، انت معاك وقت، انت حاول تقرا كلهم بس بسرعه. تمام، طب لو قال لك قول لي انزيم بيستخدم 2 نات، فاكرين الانزيم اللي كان بيستخدم 2 نات؟ ايوه، كان اسمه يو دي بي جلوكوز دي هيدروجينيز، ده كان بيستخدم 2 نات كايه؟ ككو انزيم. طب عندنا قول لي انزيم بيستخدم فات اسمه الساكسينيت دي هيدروجينيز، الساكسينيت دي هيدروجين كان بيحول الساكسينيت بيحولها عندي لفيوماريت، زي فاكرين لما احنا قلنا الفيوماريت اولها اف يبقى تستخدم فات. تمام، طب لو قال لي قول لي عدد الاي تي بي اللي بينتج عندي بواسطه الجلايكوليسيس في حاله وجود الارزينات، هتقوم جاي ايه جايب لك حاطط لك مثلا في الخيارات يقول لك ايه الاروبيك باسوي في حاله وجود الارزينات بيدينا كام؟ بيدينا 6 اي تي بي. فاكرين الحاجه اللي احنا كتبناها دي مش موجوده صريحه في الكتاب، بس احنا كاتبينها لكم عشان يعني بتتقال في المحاضرات ككلام، بس انت المفروض تستنتجها. طب لو في حاله انروبيك باسوي هيبقى عدد الاي تي بي الناتج عندي كام؟ صفر، صفر اللي هو التوتال. تمام، يلا نكمل. طب لو قال لك قول لي اي تي بي ات سبستريت ليفل، يعني اي تي بي بتطلع عندي في التفاعل، ما بحتاجش مثلا ان انا اصنع نات وبعد كده اقوم جاي مودي الكترون ترانسبورت تشين، لا ده بتتصنع معايا على طول، هما ثلاثه موجودين معايا. لما بحول من لما بحول عندي من فوسفو انول بايروفيت احوله لبايروفيت، ولما بحول من 1 3 بيس فوسفو جليسريت ل 3 فوسفو جليسريت، ولما بحول من ساكسينايل كو ايه لساكسينيت، دول كلهم بينتج عندي اي تي بي ات سبستريت ليفل، اي تي بي ات سبستريت ليفل. تمام، طب هما بيكونوا موجودين عندي فين؟ بيكونوا موجودين عندي واحده اتنين في الجلايكوليسيس، واحده بتكون موجوده عندي في سيتريك اسيد سايكل. طيب ايه كمان سؤال ممكن يجيبه لك في الامتحان يقول لك قول لي البيس ميكر، احنا ما عندناش غير 5 بيس ميكر بس اللي موجودين عندكم في الكتاب. البيس ميكر بتاع الجلايكوليسيس كان مين؟ كان الفوسفوفراكتوكاينيز. طب بتاع الاتش ام اس اللي هو جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. طب لو مين بتاع الجلوكونيوجينيسيس؟ كان بايروفيت، كان اسمه ايه؟ فوسفو انول بايروفيت كاربوكسي كاينيز اللي هو بيفيك بي اف كي، كان اسمه ايه؟ بي بي اي بي سي كي. تمام، طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك ان انت عندك الجلايكوجينيسيس كان عندها الانزيم اللي موجود عندنا جلايكوجين سينسيز مش سينسيتيز، ركزوا. طيب جلايكوجينيسيس ده كان مين؟ انزيم عندنا جلايكوجين فوسفوريليز. تمام، طب لو قال لك قول لي انزيم بيستخدم ناد بي، ناد بي او بيستخدم ناد بي اتش بلس اتش، كان عندنا اتنين بيستخدموا ناد بي، فاكرين اللي هو لما بنحول عندنا من جلوكوز 3 فوسفيت بنحوله الاثنين اللي موجودين في التفاعل بتاع الاتش ام اس. تمام، لما بنحول من جلوكوز 6 فوسفيت نحوله لايه؟ ل6 فوسفوجلوكونولاكتون، ولما بنحول من 6 فوس من 6 فوسفوجلوكونيت بنحوله لرايبولوز 5 فوسفيت. دي كلها كنا بنستخدم فيها ايه؟ ناد بي. تمام، طب امتى بنستخدم ناد
بي اتش بلس اتش، يعني بنستخدمها كهيدروجين دونر لما بنحول عندنا من جلوكوز لسوربيتول. طب مين الانزيم اللي كان اسمه كده؟ كان اسمه الدوز ريدكتيز، ده كان بيستخدم ناد بي اتش بلس اتش. تمام. طيب عندنا ايه كمان اللي ممكن يجي لك؟ السايت. طيب احنا عندنا كل اي سايت يجي لك وانت مغمض جاوب ايه؟ جاوب السيتوبلازم، السيتوسول، 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 وانت مغمض كده قال لك سايت قول له السيتوبلازم او السيتوسول. تمام. طيب امتى اختار الميتوكوندريا؟ عندي مكانين بس او ثلاثه. تمام. الاوكسيداتيف ديكاربوكسيشن بتاع البيروفيت، لما بحول البيروفيت عندي بقوم جاي احوله اسيتايلكو ايه، وفي السيتريك اسيد سايكل، دي برضو بتحصل في الميتوكوندريا، واول خطوه بس في الايه، في الجلايكونيوجينيسيس، هي دي دول بس كلهم لما بحول من بايروفيت لاوكسالو اسيتين، دي بس اللي بتحصل عندي فين؟ في الميتوكوندريا. تمام. لكن اي حاجه تانية هتكون موجوده عندي فين؟ في السيتوبلازم. هي دي اهم اسئله الام سي كيو، هتلاقوها موجود معاها، موجوده كلها متجمعه كده في الورق بتاعنا اللي في الديسكريبشن. ذاكروا من الورق بتاعنا عشان احنا مجمعين الحاجات بنفس الطريقه، يعني الكتاب مش هتلاقوه منظم، احنا مش مفوتين ولا معلومه من عندكم الكتاب. تمام. فانتوا حاولوا تذاكروا الورق، الورق منظم اكتر، هتلاقوه في الديسكريبشن. الناس اللي خدت الداتا هتلاقيها برده موجوده في الداتا مع الفيديوهات بتاعتنا. ذاكروا كويس يعني، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. Thank you.